الرحمن الرحيم، افتتحت الجلسة. السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون، طبقا للفصل 100 من الدستور وعملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول الأعمال اليوم 31 سؤالا شفهيا موزع على القطاعات التالية: الداخلية، الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، القطاع المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأخيراً الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. في البداية أعطي الكلمة للسيدة الأمينة لإخبار المجلس بما توصل به من مراسلات، فلتتفضل مشكورة. تفضلي السيدة الأمينة. شكرا لكم سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يتعلق بقرارات المكتب، أولا القرار المتعلق بالأغايبين للمرة الثانية، وتطبيقا لأحكام الدستور المنصوص عليه الفقرة الخامسة من الفصل 69، وعملا بمقتضيات المادتين 176 147 147 نظام الداخلي مجلس النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسماءهم تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الثانية خلال هذه الدورة، وتقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي المحددة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 147، وذلك بتلاوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. ويتعلق الأمر بكل من السادة النواب: أولاً عبد العزيز الشهب، جلستي 14 و16 نوفمبر 2018، ثم السيد النائب المحترم رشيد البهلول متغيب عن جلستي 15 و16 نوفمبر 2018، ثم السيد عبد الصمد عرشان متغيب عن جلستي 15 و19 نوفمبر 2018. بالنسبة للقرارات المتعلقة بالغائبين للمرة الثالثة، وتطبيقاً لأحكام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من فصل 69، ودائماً تطبيقاً لمقتضيات المادتين 146 و147 النظام الداخلي للمجلس، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسماءهم تغيبوا عن الجلسة للمرة الثالثة خلال هذه الدورة، قد تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي المحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 147 لاقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية الممنوحة لهم بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتلاوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. ويتعلق الأمر بالسادة النواب: أولاً السيد النائب المحترم محمد صديقي وتغيب عن جلسات 14 و15 و16 نوفمبر 2018، السيد النائب أحمد الغزوي وتغيب عن جلسات 5 و14 و19 نوفمبر 2018. سيد الرئيس، بخصوص عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من تاريخ 17-24 دجنبر 2018، توصلت رئاسة مجلس النواب ب 64 سؤالا شفويا، 82 سؤالا كتابيا، 115 جوابا عن أسئلة كتابية، وتم سحب 5 أسئلة شفوية. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا سيدة النائبة. سيدة الأمينة، بداية أود أن أخبر السيدات والسادة النواب المحترمين على أنه ستعقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، وذلك مباشرة بعد هذه الجلسة الخاصة بالأسئلة الشفهية. سيدات والسادة النواب، السادة الوزراء، أود الإشارة فقط فيما يخص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ المبرمجة نهاية الجلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 24 دجنبر 2018، وأشير بأن الحكومة قد تفاعلت مع المواضيع التالية: طول مدة المواعيد التي تحددها القنصليات المغربية لفائدة مغاربة العالم عن فريق الأصالة والمعاصرة، ظروف ملابسة وفاة الطفل رضيع، وتدهور الحالة الصحية لأطفال آخرين بسبب التلقيح عن الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، وفاة رضيع بمستشفى الليمون بمدينة الرباط الفريق الاشتراكي،
التهديدات الممنهجة التي تستهدف محمية بحيرة ضرب وعزة والتأثير الاستعجالي لذلك على الأوضاع البيئية بالمنطقة على المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يخبر فيها ما يلي: طلب السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بتأخير الأسئلة الموجهة إليه والمدرجة في جدول أعمالنا لهذا اليوم إلى آخر الجلسة، وطلب السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تقديم الأسئلة الموجهة إليه مباشرة بعد قطاع الداخلية، وذلك نظرا لالتزامات حكومية. حضرات السيدات والسادة، نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفاهية المبرمجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الداخلية. مرحبا سيد الوزير. السؤال الأول ويتعلق، أو هناك ستة أسئلة وكلها آنية ولها وحدة الموضوع، ويتعلق الأمر بملابسة الجريمة البشعة لإقليم الحوز ومقتل السائحتين الأجنبيتين، لذا سيتم طرحهما أو طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. أولها من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال. تفضلوا سيدة النائبة المحترمة، تفضلي. شكرا السيد الرئيس. على إثر مقتل سائحتين أجنبيتين بإقليم الحوز، نسائلكم السيد الوزير عن حيثيتهم ملابسة هذا الحادث وعلى الإجراءات التي تنوون القيام بها من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا، وشكرا. حول نفس الموضوع، السؤال الموالي من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا سيد النائب المحترم. سيد الوزير المحترم، إننا في العدالة والتنمية إذ نجدد استنكارنا للجريمة الإرهابية التي عرفتها منطقة إمليل، وننوه بجهود المصالح الأمنية التي ألقت القبض على المشتبه فيهم وإحالتهم على العدالة. نسائلكم عن جهودكم لتعزيز الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا الحبيب، وشكرا. سؤال في نفس الموضوع من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تفضلوا سيد النائب. سيد الرئيس، وزير الداخلية، قضية مقتل سائحتين الأجنبيتين اطرح اكثر من تساؤلات، نسائلكم عن حيثيات وخلفيات هذه النازلة، وشكرا. نفس الموضوع، سؤال من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. نسائلكم السيد الوزير حول المستجدات والتدابير المتخذة بخصوص الجريمة التي وقعت بمنطقة إمليل عمالة الحوز، وشكرا. سؤال بنفس الموضوع أو بنفس الموضوع على المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تفضلي السيدة الرئيسة. السيدة النائبة المحترمة. ونحن نتقدم بالتعازي لأسرة لويزا وأسرة مارين، هاتين الفتاتين المفعمتين بالحياة، ضحية الجريمة البشعة، الجريمة الوحشية بإمليل، والتي اهتزت لها مشاعر المغاربة قاطبة، والتي لا تمت البتة لقيم المجتمع المغربي. نسألكم السيد الوزير عن ملابسة هذه الجريمة النكراء، وما هي التدابير حتى يبقى المغرب بلدا آمنا وبلد العيش المشترك. آخر سؤال في هذا الموضوع من فريق الحركي، فليتفضل أحد السادة النواب المحترم. تفضلوا سيدنا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نسائلكم على الإجراءات والبحوث اللي كانت في هذه الجريمة الشنعاء اللي أصابت المغرب كامل بمنطقة الحوز. جوابكم سيد الوزير المحترم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، إن الجريمة الإرهابية التي شهدتها منطقة الحوز أثبتت بما لا يدع مجالا للشك جدية وصوابية قناعتنا جميعا بأن الوطن في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية، فما كان يقرؤنا قد وقع بالفعل وبوسائل بدائية بسيطة متاحة للعموم ومن مصادر غير متوقعة. واقعة الحوز برهنت مرة أخرى أن الإرهاب لا وطن له، قد يضرب في أي لحظة وحين، حيث لا يستقيم الحديث بأي شكل من الأشكال عن كون درجة المخاطر منعدمة
مهما بلغ مستوى وعي الدولة والمجتمع بطبيعة الأخطار المحدقة بهما. لا يسعنا إلا أن نؤكد إدانة جميع شرائح الشعب المغربي لهذا الحادث الإجرامي الأليم، واستنكارنا الشديد لهذا الفعل الهمجي الوحشي، لأنه عمل مرفوض ولا ينسجم وقيم وتقاليد المغاربة ولا تقاليد المنطقة التي وقعت فيها الجريمة. نتقاسم وإياكم ما يخالجون من حزن شديد، معبرين عن تعاطفنا المطلق مع أسرتي الضحيتين البريئتين، وعن أحر التعازي وصادق مشاعر المؤاساة على إثر هذا المصاب الذي لا يمس أقارب عائلة الضحيتين فحسب، بل يمس المغرب والمغاربة جميعا. جريمة مقتل الضحيتين السائحتين الأجنبيتين، والتي سنعود لتفاصيلهما لاحقا، تؤكد أن التحديات الإرهابية هي خطر دائم ومستمر ما دام هناك خطاب متطرف يلقى له صدى ويتقاطع مع ما يتبناه بعض المتطرفين المحليين، وما دام هناك جماعة إرهابية تعمل جاهدة بشتى الوسائل على المس بأمننا الداخلي. فمهما بلغت درجة فعالية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، فإنها تظل دائما معرضة للتشويش الناتج عن إصرار البعض على تبني مقاربة انتهازية يجسدها سلوك بعض التيارات داخل الوطن وخارجه، والتي تحرص على تبني خطابات عدمية تزرع الإحباط وتنشر ثقافة التيئيس لغاية مشبوهة. إن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي وقاية مجتمعنا من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة بعيدة عن قيمه السمحة التي هي إحدى الروافد الأساسية للمثل الإنسانية السامية. نشدد في هذا الصدد على وجوب التحلي بخطاب واضح من طرف الأفراد والجماعات على حد سواء، والالتزام بالثبات في المواقف بعيداً عن المتاجرة في القيم الأخلاقية، فلا وجود لمنزلة وسطى في حب الوطن. فحب الوطن لا يمكن اعتباره تنميقاً بلاغياً يردد في المناسبات، بل هو تجسيد للانتماء الحقيقي والكامل إلى بلد وشعب بماضيه وحاضره ومستقبله بمتسابسه وأفاقه. غموض الخطاب المعتمد من طرف جهات معينة والتباسه حسب المصالح والمواقف والسعي الدائم لتبخيص مجهودات الدولة يؤدي حتما إلى فقدان الثقة فيما يجمعنا كأمة. وفي نموذجنا المغربي المتميز المتشبع بفضائل الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والظلامية، مما قد يدفع البعض للبحث عن ولاءات بديلة تقوم على الانغلاق والتعصب كمنهج والعنف كممارسة. طريق الالتحاق بمحور الشر والكراهية أصبحت الآن معبدة أكثر من أي وقت مضى، فبفضل مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت كبدل عن الاستقطاب المباشر في تجنيد الشباب ونشر الأفكار المتطرفة. إنه عصر المذاهب الفقهية الهدامة المتنقلة بين الهواتف والحواسيب المحمولة، وعصر الحداثة التقنية التي وإن كانت لها فوائد وإيجابيات فإنها تحمل معها في نفس الوقت مآسي وآلام للشعوب. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، أود أن أتقاسم مع ممثلي الأمة ومن خلالكم مع الرأي العام الوطني ملابسة هذه الجريمة البشعة، مع الحرص على التقيد التام والاحترام اللازم للمقتضيات القانونية التي تؤطر الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار البحث التمهيدي والذي لا زال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. في هذا السياق، وبالإضافة إلى كل ما سبق للسلطات القضائية أن أعلنت عنه، خاصة فيما يتعلق ببعض الفيديوهات التي تم نشرها على منصة التواصل الاجتماعي، أود الإشارة إلى أن هذه الجريمة النكراء تم اقترافها ليلة الأحد 16 دجنبر بما كان يعرف باسم تجون تخفسة بمنطقة إمليل التابعة لدائرة أزني إقليم الحوز، وبالضبط عند مسلك جبلي مؤدي إلى الضريح المعروف بشمهاروش. صباح يوم الاثنين 17 دجنبر توصلت السلطة المحلية والدرك الملكي من الساكنة المحلية بخبر العثور على الجثتين الأجنبيتين، حيث تم إخبار كل من المصالح المعنية
التي توجه مسؤولوها في الحين إلى عين المكان، وتم إحداث خلية أزمة بالملحقة الإدارية لقيادة أسني بمركز إمليل. كما توجهت عناصر الدرك والسلطة المحلية والوقاية المدنية لعين المكان، حيث تمت معاينتي جثة سائحتين أجنبيتين من جنسية دنماركية والنرويجية، إحداهما داخل الخيمة نصبها داخل خيمة نصبها لقضاء الليلة والأخرى بجانبها. ويتعلق الأمر بسيدة من جنسية نرويجية مزدادة مزدادة بتاريخ 23/11/1990، والثانية من جنسية دنماركية مزدادة بتاريخ 5/12/94. الفقيدتان كانتا قد وصلتا إلى المغرب عبر مطار المسيرة أجدير بتاريخ 8 دجنبر 2018. مباشرة بعد ذلك عملت المصالح المختصة على تأمين مكان الحادث وتغيير مسار اتجاه السياح، مع وضع عدة حواجز المراقبة وتسخير عناصر الحرس الترابي والدرك الملكي وأعوان السلطة لتأمين المنطقة وتمشيطها قصد العثور على الجونات أو جمع المعطيات بموازاة مع التحقيقات القضائية. وعلى ضوء المعاينات الميدانية الموجزة والأسلوب الإجرامي المعتمد في إزهاق روح الضحيتين والتمثيل بجثتيهما، فقد تكونت قناعة فورية قوية عززت قرائن ومعطيات مادية دالة مؤداها أن هذه الجريمة البشعة يمكن أن تكون لها خلفية متطرفة أو لها تقاطعات مع المتشبعين بالفكر العنيف. من أجل ذلك عهدت النيابة العامة بمهمة البحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي استحضر في أبحاثه وتحرياته كل المسارات والفرضيات الممكنة والمحتملة بما فيها فرضية الدافع الإرهابي. أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية أثمرت عن توقيف مشتبه فيه الأول بمدينة مراكش في وقت قياسي، وتحديدا في الساعات الأولى من صبيحة يوم الثلاثاء المنصرم. كما تم أيضا تحديد هويات باقي الأشخاص الثلاثة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، والذين تم تعميم صورهم وبياناتهم التعريفية على جميع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات الإدارية المحلية من أجل التسريع بعملية توقيفهم. وبالفعل فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل المعلومات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف هؤلاء المشتبهين الثلاثة بمحطة الحافلات بباب دكالة بمدينة مراكش صباح يوم الخميس 20 دجنبر، وذلك عندما كانوا يعتزمون مغادرة مدينة مراكش. اليوم وبعد توقيف جميع منفذي هذا الفعل الإجرامي وكذا المتورطين الذين لهم صلة به وعددهم 17، يكون المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وضع حدا نهائيا للمشروع الإرهابي الذي كان المشتبه بهم بصدد التحضير لتنفيذه. وأستغل هذه المناسبة للتنويه بالعمل الجاد والمسؤول لجميع المصالح الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة وتلك المصالح الترابية على ما يقومون به لحفظ أمن المواطن والمواطنين في مواجهة العديد من التحديات الإجرامية على رأسها الأخطار الإرهابية. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، من خلال الخلاصات الأولية التي يمكن استنتاجها من هذا الحادث الأثيم، يتبين أن الأمر لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف قرروا ارتكاب هذه الجريمة فيما بينهم بوسائل بسيطة مستوحاة من الممارسات البشعة للتنظيمات الإرهابية. تبني العناصر الإجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفتها المملكة جاء كنتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ أهدافها الخبيثة. من بين هذه الوسائل التصرف وفق ما يعرف بالذئاب المنفردة، التي تكتسي خطورة بالغة تنبع من كون العناصر الإرهابية تتحرك في الظل وتتصرف حسب طبيعة المعطيات المحلية الخاصة بكل دولة، وتتسلح كذلك بعامل يشكل أسوأ السيناريوهات المحتملة، ألا وهو عنصر المباغتة والمفاجأة، مما يجعلها أكثر فعالية أحياناً من التنظيمات الإرهابية ذات الوسائل البشرية واللوجستية الكبيرة. ما جرى في منطقة الحوز لا يمكن أن نعزيه بأي حال من الأحوال إلى الظروف الاجتماعية أو حالة اليأس لدى بعض الشباب، ولا يمكن إطلاقاً التضرع بأوضاع الهشاشة والتهميش لتبرير الأفعال الإرهابية الآثمة.
فالإرهاب يبقى فعلا مدانا همجيا مرفوض وغير مقبول نهائيا. إن الإرهاب كظاهرة كونية لا يستثني أي مواطن أي موطن، ويقوم على إيديولوجية القد والترهيب ودرق قيم الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، وهي إيديولوجية ترتكز على فهم وتأويل خاطئين لتعاليم ديننا الحنيف، وتستقل سذاجة وهشاشة من فكرية والدينية للتقرير بهم وتحويلهم إلى قنابل بشرية موقوتة. المستوى الثقافي والتعليمي البسيط لمنفذ هذه الجريمة الإرهابية النكراء يشكل واحدا من العوامل الأساسية التي تمكن هذه الأيديولوجيا العدمية من التصرف بكل سهولة وسط بعض الشرائح المجتمعية. لذا تشكل منظومة التربية والتعليم خط الوقاية الأول من الأفكار الإرهابية المتطرفة، خاصة من حيث استخدام هذه المنظومة كسبيل لإعداد النشء الصالح المتشبث بروح المواطن القادر على التمييز والاختيار الصائب والمدرك لمسؤولياته تجاه مجتمعه بفهم صحيح لحقائق الإسلام الثابتة، إلى العناية اللازمة لمواجهة الفكر الظلامي بفكر معتدل شكل دائما أولوية قصوى لدى الدولة المغربية في جميع أوراشها الإصلاحية، بما في ذلك محاربة التطرف وتفكيك خطابه داخل المؤسسات السجنية بهدف التصدي للمفاهيم الدينية المغلوطة لدى بعض المتابعين في قضايا الإرهاب، وذلك من خلال البرامج تسعى إلى المراجعة الفكرية وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع. محاربة الإرهاب ليست مسؤولية شوف كونوا على كلمة سواء. تفضل السيد الوزير، تفضلوا تتساليوا الكلمة ديالكم. شكرا. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، شكرا السادة النواب. محاربة الإرهاب ليست مسؤولية مقتصرة على مؤسسات الدولة ومصالح الأمنية فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تدعونا جميعا من مؤسسات حكومية ومنتخبين وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد والجماعات إلى تكثيف الجهود من أجل مواكبة برامج الدولة لتعطي ثمارها بالشكل المطلوب. تعدد السلوكات الإرهابية وتنوع مصادرها يجعل الساكنة المحلية مدعوة كذلك للعب دور أساسي في محاربة هذه الظاهرة من خلال تكثيف التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات المكلفة بحفظ الأمن العام والتبليغ عن جميع الحالات المريبة المثيرة للشك. وهنا لا يسعنا إلا التعبير عن اعتزازنا بدور المواطن في بدور المواطنين في إفشال العديد من المخططات الإجرامية. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، لقد اعتمدت المملكة المغربية كما تعلمون بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد يتقاطع فيها البعد الاجتماعي للنهوض بأوضاع المواطن المغربي لا سيما الفئات الهشة والساكنة المعوزة، والبعد الديني الذي لم يكتفي بمضمون العقيدة الوسطية المعتدلة بل شمل أيضا حق تنظيم فضاءات العبادة والاهتمام بالفاعلين الدينيين، وكذلك البعد القانوني لمحاصرة السلوكات الإرهابية. بموازاة مع ذلك تبنت المملكة استراتيجية أمنية متكاملة وشمولية تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان، وهو المكسب الذي شكل مرجعا وسندا قويا أفاد بشكل كبير نموذجا تموج على بلادنا مرجعا في الاستقرار والأمن. نجاعة مصالحنا الأمنية ظهرت وبكل وضوح في التعامل مع الحادث الإرهابي الأخير، حيث تم التعرف على هوية الإرهابيين بسرعة فائقة واعتقالهم في ظرف وجيز، مما يؤكد جاهزية هذه المصالح ورد فعلها المناسب لحجم المخاطر التي يطرحها الاعتداء الشنيع. مثل هذه الأحداث تخلف لدينا كمغاربة وقعا مؤسفا على اعتبار أنها تحمل في طياتها ضررا وخيانة للوطن ومسا بحياة أشخاص بريئين لا ذنب لهم اختاروا المغرب لقضاء عطلتهم كوجهة آمنة مشهود بها لدى جميع الدول بما فيها الدولة التي تنتمي إليها واحدة من الضحايا، وهي دولة النرويج التي أكدت سفارتها بالمغرب مباشرة بعد ظهور التحريات الأولى أن المملكة المغربية بلد آمن. حاجة الوطن الآن تبقى في حاجة الوطن أن تبقى ملحة لخطاب معتدل متوازن يزرع الأمل والتفاؤل في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية خاصة فئة الشباب عبر تكريس
قيم المواطنة وبناء شخصية المواطن الفاعل والواعي بدوره الإيجابي داخل المجتمع. تلكم هي النهج القويم لإزالة كل أسباب الإحباط والكراهية واليأس التي تتحول من خلال العنف والإرهاب إلى حقد ونزوع إلى الإضرار بالغير. فإذا كان هدف الإرهابيين والعدميين هو المس بوحدة مجتمعنا واستقرارنا وأمننا، فإننا نعتبر أن واقعة الاعتداء الإرهابي الأخير تشكل فرصة لتجديد التلاحم حول مقوماتنا الوطنية ومناسبة للالتفاف حول مقدساتنا وثوابتنا الراسخة المدعومة بمسار ديمقراطي تنموي حداثي كخيار لا رجعة فيه. إن المغاربة مقتنعون تماما أن ما حدث في منطقة الحوش هو حادث إرهابي معزول لا يعكس حقيقة المجتمع المغربي، بل هو نتاج لفكر متطرف يتنافى في مضمونه مع ثقافتنا وقيمنا المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف والمبنية أساساً على روح التسامح والانفتاح وعلى الفكر الوسط المعتدل. من هذا المنطلق وبالرغم من المساعي الإرهابي الهدامة التي تظهر بين الفينة والأخرى، ستستمر بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده في مواصلة مسيرة الالتزام ببناء مجتمع ديمقراطي وتعزيز المسار التنموي التي تعرفه بلادنا على جميع الأصعدة. سيظل المغرب متشبثا بثوابت حضارته وبمؤسساته وقيمه الروحية ومكتسباته الديمقراطية، وسيبقى وفيا لالتزاماته الدولية الهادفة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعها بكل الوسائل والإمكانات المتاحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. نمر إلى التعقيبات. الكلمة لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، إخواني أخواتي النواب. سيد الوزير، احنا في فريق التجمع الدستوري نسجوا بهذه الجريمة الشنعاء والتي كما قلتم لا تمت بديننا الحالف بأي صلة. كذلك نسجب أي عمل إجرامي لكي يمكن له يوسخ السمعة ديال المغرب أو يمس سمعة المغرب. وبالتالي كنطلبوا ولو أنه عمل إجرامي فردي، تنطلبوا أنه تكون واحد المقاربة أمنية استباقية في هذه المناطق السياحية. ولما لا تكوين مرشدين سياحيين هيدي قيد في هذه الحالات اللي يرافقوا هذه الحالات الفردية، عارفين أنه الأمن كيلعب دور مهم وكنوه بالمجهودات وبرهن على أنه هذه الجريمة في الظرف الوجيز اللي قبطوا هذه المجرمين راه فعل يعني ننوه به. كذلك عندنا ثقة في القضاء، ولكن كنطالبوا باش تنزلوا العقوبات الصارمة على هاد المجرمين باش نعطيو بهم مثال الى جميع من يفكر يقوم بهذا العمل الاجرامي. وكنطالبوا كذلك احنا كمغاربه كسياسيين كنقدموا تعازينا للاسر العائلات الله يرحمهم، وانا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمهم. شكرا. شكرا. الكلمه لاحد الساده النواب من فريق العداله والتنميه في اطار تعقيب، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، السادة النواب المحترمين. نحن في فريق العدالة والتنمية ندين الجريمة الإرهابية القذرة التي وقعت في منطقة إمليل وذهب ضحيتها سائحتان بريئتان بطريقة بشعة، ونحيي من هذا المنبر تلك التعبئة التي عرفتها المنطقة بجميع مواطنيها وجمعياتها المدنية والمهنية في مهرجان الجبل الذي انعقد يوم السبت الماضي، والذي عبر فيه الجميع عن الصمود والإباء لأهل تلك الجبال الشامخة وعن الإدانة الشاملة لكل الأفعال الجرمية الدنيئة التي تسعى إلى المس بذلك النسيج المجتمعي المتفرد. عشنا السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة البرلمانيين، عشنا ذلك اليوم مسؤولين ومواطنين، ونحن نلتقي أفواج السياح غادية ورائحة إلى تلك المواقع الساحرة الأخادة، متحدية آلام هذه الجريمة ومعبرة بالملموس عن الجواب العملي لها. وإذ نقف بهذه المناسبة لنحيي ونوه بالأجهزة الأمنية التي استطاعت في ظرف قياسي القبض على المجرمين ليلقوا جزاءهم، الشيء الذي أدى إلى تهدئة النفوس وزرع الأمل
وقد عبر المغاربة جميع أطيافهم السياسية والمدنية والمهنية عن استنكارهم وتنديدهم بهذا الجرم الغادر، مما دل على أنها الحادثة معزول وغريب عن طبيعة المجتمع المغربي. وإن المغرب ماض في طريقه إلى التنمية والديمقراطية والبناء، وندعو في الأخير كافة الأجهزة لمزيد من التعبئة واليقظة، وندعو النخب المثقفة والتربوية إلى القيام بأدوارها كذلك في تأطير الشباب على الفكر الجامع الوسطي المعتدل، ليبقى بلدنا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً. شكراً. شكراً. كلمة الآن لأحد السادة النواب من الفريق الاستقلال الوحدة والتعادل للتعقيب، تفضلوا. سيد الرئيس، السيد الوزير، بضرورة في الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية ندين ونستنكر هذا الفعل الإرهابي، ونسجل تضامننا مع الأسرتين للضحيتين، وكذلك تضامن الشعب المغربي في هذه القضية، وكذلك نوه بنجاعة الأمن ومجهودات السلطات المحلية والإقليمية في هذا الباب. ونستحضر هنا لابد من وجود يعني ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها، لابد من استحضار مقاربة شمولية تحضر فيها البعد الاجتماعي والبعد الأمني والبعد التعليمي لمواجهة هذا النوع من الحد من هذا المد التكفيري. كذلك لابد من العناية بالبنية الأساسية، وكذلك يعني التغطية، وكذلك تفعيل يعني تقوية الأمن بهذه المنطقة نظرا لخصوصيتها والمرتفعات هذه الجبال، يعني خاصة الأطلس الكبير ككل، لأنه يعني كذلك لابد من تفعيل الرسائل الرقمية بالنسبة للأعوان الشيوخ والمقدمين، لابد كذلك من إيجاد واحد يعني طائرة مروحية للمراقبة وتتبع وترصد يعني هذا النوع يعني السياح في هذا الإطار. و يعني كذلك ننوه مرة أخرى بأني الأمن الذي استطاع في ظرف وجيز إلقاء القبض على مجرمي مرتكب هذه الجريمة الشنعة. وشكرا. شكرا. كلمة لأحد السادة النواب من فريق الأصالة والمعاصرة للتعقيب، تفضلي. تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، بداية اسمحوا لي باسم فريق الأصالة والمعاصرة أن نعبر عن أسفنا وعن التنديد والشجب لهذه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها فتاتين بريئتين جاءتا إلى المغرب بغرض السياحة فلقيتا حتفهما بهذه الطريقة الشنيعة. وبالمناسبة أتقدم بتعازي الحارة إلى كل من عائلتي الفقيدتين وأصدقائهما والشعبين الدنماركي والنرويجي وكذلك الشعب المغربي، لأن الشعب المغربي تألم مثلما تألم الشعبين الدنماركي والنرويجي لهذه الجريمة النكراء. الشعب المغربي، الفتاتين هما ضيفتا المغرب، والضيف الضيوف هما يكونوا في عهدتنا، وجب علينا حمايتهما. والمعروف على المغاربة هو هم أهل الضيافة والكرم ولا يؤذون ضيوفهم. السيد الوزير، لا تكفينا دقيقتين من أجل مناقشة هذا الموضوع الكبير، لكن الموضوع لا يعنيكم فقط، إذا كان يعنيكم من الجانب الأمني فهناك عدة متدخلين في هذا المجال: وزارة التربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الشبيبة والرياضة، وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات، وزارة التشغيل كذلك، لأن الهشاشة تؤدي إلى التفكير في هذا التطرف أو التفكير في المخدرات. صحيح نحن ننوه بمجهوداتكم من أجل تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، وكذلك الوقت القصير من أجل القبض على المشتبه فيهم، لكن السؤال الذي يطرح: من غسل أدمغة هؤلاء الشباب؟ يجب أن تعملوا على تجفيف منابع التطرف، يجب أن تقضوا على الكراهية، يجب عدم التساهل مع من ينشرون أفكار التطرف ويكفرون بعض الساسة وبعض المفكرين. السيد الوزير، هذه الجريمة مثلها مثل عدة جرائم وقعت في وقت سابق، لكن الجنات هم من قتل عمر بن جلون وفرج فودة وشكري بالعيد وعيسى الجيد، هم من قتلوا السائحتين الأجنبيتين البريئتين، فجميعا من أجل محاربة التطرف. وشكرا لكم. شكرا. الكلمة الآن لأحد السادة النواب والنائبات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تفضلي السيدة النائبة المحترمة.
السيد الوزير، وإذ نحيي فعالية السلطات الأمنية، فإننا في التقدم والاشتراكية نعتبر أن اجتثاث الإرهاب والتطرف يمر لزاماً عبر اجتثاث كل مظاهر الهشاشة، كل الهشاشات التي يتغذى منها هذا الإرهاب وهذا التطرف الذي أصبح مقتنعوه للأسف يعششون بين ظهرانينا وينشرون القتل والرعب بيننا. السيد الرئيس، السيد الوزير، بدءاً بالهشاشة الروحية والفكرية، هذا الفكر الظلامي، هذا الفكر الترهيبي المعادي للحياة، المعادي للإنسانية، بدءاً بالعودة والعمل على التنشئة الاجتماعية، التنشئة على المواطنة، على المدرسة، على التربية، على الاحترام، احترام الآخر، احترام الاختلاف، احترام الحقوق، احترام الحريات، وبتعزيز الديمقراطية، الديمقراطية في شموليتها، الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية، والديمقراطية الثقافية والسياسية. شكرا. الكلمة لأحد السادة النواب من الفريق الحركي، آخر متدخل في هذا الموضوع، آخر معقب في هذا الموضوع. شكرا للسيد الرئيس. السيد الوزير، حقيقة في الكلمة ديالكم قلت أن الجريمة لا وطن لها، صحيح. قلت كذلك المغرب بلد أمين، صحيح. آمين. الحديث حديث معزول، صحيح. كذلك الفريق الحركي يقدم تعازيه الحارة إلى العائلة الصغيرة والكبيرة، للعائلة الدنماركية والبلد الدنماركي، وكذلك العائلة النرويجية والبلد النرويجي. ولكن اليوم الحديث هو هنا السيد الوزير، واللي عطى الله عطاه، كيخصنا نفكروا ونصحوا الإخوان ديالنا اللي هما في داخل الحكومة، لأن دي ماشي مسؤولية الوزارة الداخلية. وبالمناسبة أود أن أهنئ جميع وسائل الأمن والأجهزة الأمنية بصفتها وباسمها كلها على المجهودات الجبارة التي قاموا بها في ظرف وجيز، ولكن هذه ماشي مسؤولية غير ديال الأمن بوحده. حنا وزارة السياحة، كاين مكاتب السياحة، كاين ميزانيات، هاد المرشدين السياحيين شغي يكلفونا إلى منهم رهج إشارة هاد السياحة الجبلية ويطلعوا مع هاد الناس بالمجان والوزارة تخلصهم ويمشيو، شحال غادي يكلفنا هذا الشيء بالنسبه لهاد الجريمه اللي وقعت لنا؟ كذلك ما غاديش نقدروا نفرضوا على مثلا سائح اللي غادي يواكبوا واحد المرشد سياحي باش يعملها براسري الكترونيك في يدو، نعطيو لهذاك السائح لهذاك المرشد ويدوزوا للقياده ويكونوا نعرفوهم فين غاديين. كاين اللي طالع الطبقه راه معروف فيه ثلاثه طبقات، راه في امرداد لا نيجي ديك الثلوج الدائمه، هاد الناس كيجيو لأيت بوكماز، كيجيو لهاد المناطق كلها، مناطق آمنة كريمة، كيكرموهم كيضيفوهم، هذا هو اللي يجعل هذاك الأمن. ولكن لا غالب، هذا قدر الله. ولكن السيد الوزير لابد أن الحكومة والعمل المجتمع المدني. شكرا سيدي المحترم. شكرا، شكرا لكم جميعا. ونمر إلى التعقيبات الإضافية، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد رئيس من الفريق الاشتراكي. شكرا سيد رئيس. احنا تقدمنا بإحاطة في هذا الموضوع في إطار مادة 52، لكن هذه مناسبة بداية باش نشجبوا هذا العمل الشنيع الإجرامي الإرهابي الشنيع، هذا العمل اللي هو استثنائي ومعزول كما شفت تصريح ديال السيد الوزير، بفضل يقظة المواطنين وفي فقد العمل الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية التي تجعل بلادنا نموذجا، ونحن نرى مجموعة من الدول التي تتكرر فيها مثل هذه الأعمال الإرهابية بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي عندها، بالتالي بلادنا فيها مجهود كبير في هذا الجانب. لكن لا بد من التذكير بأن الأمر يعود إلى ثقافة مستمدة من خطاب التحريض على الكراهية، على العنف، على عدم القبول بالآخر، على واحد المجموعه ديال الاحكام الجاهزه اللي جايه من مجموعه ديال الفئات الذين يستغلون الدين من اجل التغرير بالشباب والدفع به الى التطرف. وهنا يجب ان تكون ليس فقط مسؤوليه الحكومه، مسؤوليه المجتمع ككل، مسؤوليه الاسر، مسؤوليه الاباء والامهات، مسؤوليه الدوله التي يجب عليها من جهه
أن تمنعها مثل هذه الخطابات وأن تكون صارمة تجاه كل من يكفر أو يحرض على الكراهية. ومن جهة ثانية وتحتو على المواقع الاجتماعية. شكرا سيد النائب المحترم، شكرا. 30 ثانية إضافية لكل الفريق. شكرا 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 سيد رئيس. نمر إلى السؤال الموالي وهو عن الإجراءات المتخذة لتخفيف من قساوة الطقس بالمناطق الجبلية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. سيد الرئيس، سيد الوزير، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتخفيف من حدة قساوة الطقس بالمناطق الجبلية، وكذلك المساعدات والدعم الذي ستوفره للساكنة المعوزة بهذه المناطق. شكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا. سيد الرئيس، فيما يخص هذا المخطط الوطني للتخفيف من أثر موجات البرد من المناطق الجبلية، كما جرت العادة كل سنة وبتعليمات من صاحب الجلالة تقوم وزارة الداخلية بتعاون مع كل المتدخلين من أجل إعداد برنامج لمحاربة آثار البرد في المناطق المعنية. السنة الفارطة كانت 22 عمالة لمعنية وإقليم لمعني، هذا العام كاين 27 عمالة وإقليم لمعني بهذا البرنامج. البداية الأولى ديالو كانت حين عطى الأمر صاحب جلالة من أجل إقامة مستشفيين عسكريين، واحد بمنطقة أنفلو بإقليم ميدنت والآخر بإقليم أزيلان، واللي تم بداية العمل فيهم منذ 27 نوفمبر الفارط. في نفس الوقت كاين مستشفى ميداني لوزارة الصحة إقليم ميدنت حتى هو، وكاين واحد مجموعه تدابير تم الاخذ ديالها من اجل محاربه هاد. باش نذكروا في دقيقه راه ما عندناش الوقت، اللي بغيت نقول هو ان البرنامج هو برنامج محيل وتفصيلي، الى ان حد وصلنا عرف النساء الحوامل اللي موجودين في الدواوير اللي يمكن تعرف عزله. باش نقولوا بان البرنامج هو محدد ومفصل بطريقه جد دقيقة. شكرا. شكرا سيد الوزير. الكلمة لكم للتعقيب. سيد نائب، تفضلوا. شكرا السيد الوزير المحترم. طبعا نتمنوا المجهودات ديالكم وخاصة بإقليم ميدالت اللي فيه كي قلتوا جوج ديال العمليات، ولكن مع ذلك السيد الوزير مع حلول دائما فصل الشتاء اللي هو فصل ديال الخير والبركة، ولكن رغم ذلك المعاناة ديال الساكنة ديال المناطق الجبلية تزداد، فالولوج ديالهم للصحة، للتعليم، للخدمات الإدارية كتحد بسبب الهشاشة ديال البنيات التحتية. بالإضافة السيد الوزير، الطقس البارد كيزيد من المعاناة ديالهم. تصوروا السيد الوزير بأن كاين مناطق جبلية وخاصة مثلا مدينة ميدلت، كاين مناطق اللي خصها 16 ساعه ديال التدفئه، حطب التدفئه. المشكل الحطب الان هذه السنه وصل ل 2600 ريال القنطار، 26 ريال الكيلو. فمعاناه ديال هذه الساكنه اللي هي فئه معوزه ما عندهاش حتى باش تكون مع لقمه العيش تزيد المساله ديال الحطب. فلهذا كنتمنوا السيد الوزير انكم تديروا تدخل في هذا المجال باش تخفض الأثمنة ديال الحطب. نزيدوا السيد الوزير المسألة ديال فرص الشغل منعدمة، فلهذا بغينا برامج بحال الإنعاش الوطني، أن مجموعة ديال الأوراش اللي كتخدم في هذه الأماكن تخدم بالطريقة ديال الإنعاش الوطني باش الساكنة تستفد منها. بالإضافة أيضا السيد الوزير، الانقطاع ديال الاتصالات، الهاتف ناهيك على سميتو الشبكة ديال الإنترنت. لا بغينا بدائل السيد الوزير، وخاصة على مستوى التدفئة، دعم الغاز، دعم الطاقات البديله بهذا المناطق. شكرا نائب محترم. هل من تعقيب اضافي؟ هل من رد على التعقيب السيد الوزير في حدود ما تبقى من الوقت؟ حقيقه حين كتوقع موجات البرد القارس كاين بعض المواطنين اللي كيعانيوا منه. من اجل هذا راه الدوله كدارت هذه البرامج، والهدف ديالو الاساسي هو الحد من هذه المعاناه.
فيما يخص حطب التدفئة. السنة الفارطة ولا هاد السنة إن شاء الله سيتم توزيع أفرينة اللي هي كتستعمل الحطب بنوع من سميتو من فعالية، وكاين مساعدة للساكنة فيما يخص جميع المتطلبات ديالها. البرنامج راه هو موجود وفي أي وقت. شكرا سيد الوزير. نمر السؤال الموالي وهو عن حرمان مواطنين من وثائق إدارية بسبب السكن العشوائي للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا سيد النائب المحترم. في بعض المناطق الترابية يلاحظ تماطل في تمكين المواطنين القاطنين في الأحياء العشوائية من الوثائق الإدارية. نتساءل عما يمكن أن تقومون به من إجراءات لتجاوز هذه الوضعية. شكرا. جواب السيد الوزير المحترم. حين كيطلب المواطن الأوراق اللي من الإدارة كاين مجموعة الشروط باش يمكن الإدارة توفر له الوثائق اللي كيطلبها، مجموعة الشروط. وحين تكون هذه الشروط غير مستوفية بطبيعة الحال ما كيكونش الوثائق. باش نهضروا بصراحة على من كنهضروا؟ كنهضروا على مجموعة الناس اللي ساكنين أساسا من دور الصفيح واللي كيستغلوا هذه الأوراق باش يثبت أحقية ديالو باش يستافد من دور الصفيح. باش نكونوا صراحة كنحاولوا ما امكن اننا نفرقوا بين جوج، بين المواطن ياخذ الاوراق ديالو وفي نفس الوقت ما يكونش هذا مدخل ديال تفشي دور الصفيح. لهذا خصنا كاملين نتعاونوا في هذا الباب. راه ظاهره دور الصفيح راه ما قدرناش عليها كاملين، راه هي مساله جوهريه. وهنا مجموعه رؤساء البلديات والجامعات اللي عارفين هذه الاشكاليه. كيجي السيد يطلب شهادة السكنة، الهدف ديالو ماشي شهادة السكنة، الهدف ديالو هو أنه تسجلوا بأنه مسميتو باش غدا حين تجي دير الإحصاء يقول لك فين هو، فين أنا ساكن هنايا، أنا ها لاكارت ناسيونال. السلطة كتفرق بيناتهم بجوج، حين كيكون طلب المعني أنه من أجل وثيقة اللي كيحتاجها الولد ديالو باش يدوز البكالوريا ولا أي حاجة، راه السلطة كتعامل معاهم يعني بأريحية. لكن حيت تعلق الأمر باش يكون محاولة أنه يثبت بأنه ساكن في دواور باش الاستفادة، فهذه راه ما غنمشوش فيها. شكرا. كلمة لكم السيد نائب التعقيب، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، والأمر السيد الوزير المحترم، مع كامل الأسف حنا في 2018 وعلى مشاري في 2019 وباقيين كنناقشوا الاحقيه ديال الوثائق للمواطن. هذا راه حق السيد الوزير. شهاده السكنه حق، البطاقه الوطنيه حق. بالله عليكم هذا المواطن اللي يتحرم من البطاقه التعريف الوطنيه اش من عنوان ديال الانتماء عنده لهذا الوطن؟ البطاقه الوطنيه عنوان انتماء لهذا الوطن، ما خصهاش تدخل في مسائل. ولا هذا السيد الوزير، انا كنقترح عليكم، انا كنقترحوا عليكم انكم تفصلوا بين جوج الحوايج، بين الإكراهات اللي عندكم وعندنا كاملين ديالنا بعض المدن ما خصهاش تكبر أكثر من القياس، هذا ربما فيه أسباب أمنية وأسباب تنموية وأسباب مختلطة، وبين حق من الحقوق خاصو يتوفر. كاين مناطق اللي ما تحينش فيها الإحصاء من 2007، كاين مناطق اللي ما تحينش فيها الإحصاء من 2010، وهكذا. يعني خصنا نميزوا بين هاد جوج الحوايج. والسيد وزير الشراء عدتها ابعاد امنيه، لان هاد دابا الحمد لله هاد الجريمه الشنعاء اللي وقعت في امليل الحمد لله جاب الله التيسير تلقاو. ايوا وهذوك اللي كيقتلوا مختفين اكثر من 10 سنين دابا هما مختفين في المدن الكبرى في الحواضر الكبرى، من هنا كيجي المشكل. كون كان بنادم كله مضبوط بطاقه التعريف الوطنيه ما غيلقاش شي واحد فين يتخبى بسهوله، لان هذوك الناس راهم شدوا حافله وغادي يخرجوا من مراكش، معناها في غيمشوا. شكرا. غيمشوا الوحده من الحواضر الكبرى. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد نائب من فريق التجمع الدستوري. السيد الوزير، هناك تعقيب اضافي بعد اذنكم. تفضل السيد نائب من فريق التجمع الدستوري. متفق معك سيد الوزير،
خصنا نحاربوا هاد دور الصفيح والتفريخ ديال البرارك، هذا لا نقاش فيه، ولكن الناس محتاجين هذيك الوثيقه باش يمشي يقرا او باش يدير واحد العمل اداري صرف من حقه، وبالتالي اعطيوه شهاده السكنه انه يدير وانه ما عندوش الحق يستافد من دور الصفيح، ولكن ما نحرموش من وثيقه اللي هي كتعطيه له القانون. وشكرا. هل بتعقيب اضافي اخر؟ كلمة لكم سيد الوزير في حدود سيد النائب المحترم بانه حق، لكن الحقوق يمشي مع الواجبات، واي وثيقه اللي حقه راه عند كاين واجبات خصو يقوم بها. حتى واحد ما حرمش شي مغربي من المنطقه الوطنيه، ما كايناش هذه، عموما تحرم شي مواطن من المنطقه الوطنيه، هذه ما فيهاش نزاع، وما يمكنش وراه كنعرفوا علاش كنهضروا. لكن هاد الافه دون الصافي لانه هو الاساس اللي خص السلطات والمنتخبين اللي خصهم يخدموا مع بعضهم يد في يد، وراه التعاون ما كاينش كيف خصو يكون، وخصنا نعرفوا هذه القضيه لان حين كندافعوا على الحقوق ندافعوا على الواجبات ايضا. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي عن ظاهره الاستيلاء على الملك العمومي للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق تجمع الدستوري. تفضلوا سيد النائب المحترم. سيد الوزير أسألكم عن استراتيجية الحكومة للحد من الاستيلاء على الملك العمومي، وشكرا. جواب سيد الوزير، تفضلوا. ظاهرة الاحتلال، ما نهضروش على الاستيلاء، الاحتلال ديال الملك العمومي اللي ظاهره كتعرفها بعض المدن، باش ما نقول جل المدن المغربيه، ظاهره اللي طبيعة الحال كتفاقم في بعض المناطق وفي خلال بعض الاوقات من السنه. لكن اللي يمكن نقول لكم بان السلطات المحليه بتعاون تام مع الجماعات المحليه كيحاولوا ما امكن انه يقوموا بمجهود باش يحضروا الملك العمومي. العمل ديالهم ماشي دائما كيكون سهل، بعض الساعات كتعترضوا صعوبات كبيره خاصه فيما يخص البائعين الجائلين، فيما يخص الاحتلال ديال المقاهي واللي كيفوتوا الشيء اللي عطاولهم في الوثائق الاحتلال المؤقت. لكن هذا عمل كنظن بانه السلطات المحليه مع الجماعات الترابيه كيقوموا باللازم، هو حقيقة كتعتضوا بعض المشاكل، لكن يمكن نقول لكم بأنه العمل كيكون يد في يد، وكنتغلبوا في أغلب الأوقات كنتغلبوا على هذه الصعوبة. شكرا. كلمة لكم سيد نائب التعقيب، تفضلوا. أنا ما غاديش نرجع ونوقف على الظاهرة ديال هذا الاحتلال ديال الملك العمومي والظاهرة ديالو اللي هي النتائج الوخيمة على الاقتصاد وعلى الراحة المواطن، لأنكم عارفينها بحكم الممارسة ديالكم، وما غاديش نوقف على التعامل ديالها مع الميدان ولا القطاع المهيكل، لأن تطبيق القانون تيكون عنده سهولة أكثر. ولكن نرجع بالضبط للميدان أو القطاع الغير المهيكل. هنا السيد الوزير لازم المقاربة تكون مقاربة مغايرة تماما، لان هاد الناس اللي كيكونوا تما هما سي دي كاسوسيو، هما خارج المنظومه الاقتصاديه وخصنا ندخلوهم. يعني التعامل معهم خص يكون بذكاء كبير، ويجب علينا السيد الوزير باش مثلا حنا هنا باش نقترحوا مثلا اعداد بطاقات لاحصائهم تتمكنهم من التسجيل في اسواق نموذجيه، وتكون هذه الاسواق النموذجيه نوعيه، او لا احداث هيئات اللي كتكون تتوقف معهم باش تخرجهم باغراءات من القطاع الغير المهيكل للمهيكل. السيد الوزير حنا مع تطبيق القانون، ولكن تطبيق القانون لما تنشوفوا تيكون مستعصي لمده سنوات، تيخصنا نكون نطرقوا ليه بطريقه اجتماعيه، يعني بحلول اخرى، لان هذه الظاهره ديال خصوصا في القطاع غير المهيكل، هذوك الناس اللي خرجوا ما خرجوش بخاطرهم، خرجوا بالزمنهم، وحنا خصنا نعطيهم الحلول باش ملي نطلبوا منهم يطبقوا القانون يكون عندهم البديل. وشكرا السيد الوزير. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد نائب من فريق الاصاله والمعاصره. شكرا السيد رئيس الوزير. اصبحت ظاهره الاستيلاء على الملك العمومي تثير سخطا من مجموعه من المواطنين، والتي اصبح مع الرصيف محتلا بالكامل من قبل اصحاب المقاهي والمطاعم وغيرها. لكي لا يقع احتكاك ما بين السلطه والمواطنين، نطلب منكم السيد الوزير ان يتم احداث لجنه مختلطه لضبط العمليات الاحتلال المؤقت
للملك العمومي حتى يتم الحد من الفوضى التي تعرفها الأرصفة الشوارع المدنية، وكذا عدم إفلات المستغلين من أداء مستحقات الإجبائية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. شكرا. كلمة السيد نائب من فريق العدالة والتنمية. السيد الوزير، على مساحة ديال 250 متر مربع وفي قلب مدينة أسفي، بناء مقهى عشوائية فوق الملك العام بمحاذاة قصر البحر والضريح سيدي مومن، وتم استصدار جميع القرارات ديال الهدم، إلى الآن لم ينفذ القرار. نطلب منكم سيد الوزير التدخل لهدم هذه البناية العشوائية. شكرا. التعقيب إضافي من الفريق التجمع الدستوري، تفضلي سيدة النائبة المحترم. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، نقدر عاليا المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل تحرير الملك العمومي. على مختلف المدن المغربية، نذكر على سبيل المثال مدينة تطوان كنموذج، ثم أعرج على عملة المضيق النداق لأقول أن السيد الوزير أن هذا المشكل ما زال مطروحا وبحدة، على تحديدا مدينة الفنيدق، حيث رغم المجهودات التي بذلت إلا أنه كيعرف هاد كتعرف مدينة الفنيدق إكراهات جمة. هنا غادي نذكر السيد الوزير على أنه رغم الإكراهات اللي كيعرفوها ممتهني التهريب المعيشي نساء ورجال وإغلاق باب سبتة، كذلك إغلاق أغلب المتاجر المنظمة والمهيكلة في الأسواق القيصرية بمدينة الفنيدق. هناك الإكراه ديال باع الجاهلين اللي كنعتبروهم حتى هما جزء منا كمواطنين واللي كيعيشوا إكراهات جمة. هنا كنطلب السيد الوزير السؤال الوجيز، وهو متى سيتم إخراج المنطقة الحدودية المنطقة التجارية إلى حيز الوجود لإنصاف هذه الفئة ديال باع الجائلين، ويتهمون نصنفهم في نعملوهم في واحد المكان الذي يليق بهم ونكونوا منصفين معهم. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة السيد الوزير للرد على التعقيبات، التعقيب والتعقيبات الإضافية. باش نحاولوا فيما يخص احتلال الملك العمومي للمقاهي وبعض المنشآت، هذا كيف قلت راه كاين واحد عمل جبار كيقوم بين السلطات المحلية والجماعات الترابية من أجل التحديد، وكيتم الهد كل ما هو زايد على ما هو مصرح به. فيما يخص الباع الجائلين، ما كنظنش كاين شي مدينه اليوم اللي ما فيهاش برامج من اجل ايواء هذا الباع المتجولين. حقيقه الاشكال ما ساهلش، ما ساهلش لان ما كيبغيوش يمشي وما كنلقاوش الموضه، يعني اشكال كبير، لكننا ما يمكنش نقولوا بانه ما خدامينش وما كنلقاوش حلول لهاد السكينه. والاخت تطوان احسن مثال، ما بقاش تاجر واحد جائل في مدينه تطوان، تبع الحال في فنيدق ومضيق مازال كاينين، في تطوان ما بقاوش. يعني حلول كنحاولوا ما امكن نلقاو حلول اللي كتساير كل مدينه على حده باش نلقاو احسن الحلول اللي كتستجب من واحد الجهه للمطالب ديال هاد الفئه، وفي نفس الوقت كتحتضن احتلال الملك العمومي ديال هاد المدن. كيف قلت في الاول، اشكاليه كبيره اللي كتمتد لسنوات فارطه، لكن بيد في يد يمكننا نقضيو عليها. شكرا. السؤال الموالي عن الدعم الموجه لبعض الجماعات القرويه من طرف بعض الجهات للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، السيد الوزير، نحن في الجيل الثاني من الجهويه، الا وهي الجهه المتقدمه، الجهويه المتقدمه، والدوله تقدم دعما ماليا مهما للجهات. ما هي المعايير المعتمده لتوزيع هذا الدعم على الجماعات القرويه والمراكز الصعيده؟ كلمه لكم سيد الوزير الجواب، تفضلوا. فيما يخص الدعم اللي كتقدمه الجهات، اولا كنطلقوا من المبدا الدستوري المرتبط بالتدبير الحوض، يعني كل جهه عندها تدبير الحوض الامكانيات ديالها. هذا ما كيمنعش، هذا كيجعل ان بعض الجهات في التعامل ديالها مع الجماعات الترابيه هي كتدخل بطريقه مباشره في عده برامج، وخاصه برامج الحد من الفوارق المجاليه
اللي هو برنامج اللي كياخذ تقريبا 40% من الميزانيات ديال الجهات، وفي نفس الوقت كتدخل في تعاقد مع بعض الجماعات الترابيه من اجل تمويل بعض المشاريع، لكن هذا كيبقى نطاق خاص بين الجماعات الترابيه وبين الجهه، هما بوحدهم اللي كيف يمكن انهم يقرروا فين يمكن يتدخلوا. شكرا. كلمه للسيد النائب التعقيب، تفضلوا. نتمين المجهودات ديال الدولة لدعم الجهوية المتقدمة اللي هي واحد الآلية لخلق الثروات في الجهات، وكذلك للتنمية المستدامة. إلا أن السيد الوزير هناك ممارسات لا تنسجم مع التوجه الجهوي، مع التوجه الذي نرغب فيه والذي يصبو إليه صاحب الجلالة نصره الله، ألا وهو الجهوية المتقدمة مع توزيع الثروات على بطريقة عادلة في وكذلك على المجالات الجهوية. سيد الوزير، هناك بعض الممارسات السياسة والحسابات السياسوية التي تراعى في تقديم الدعم لهذه الجماعة أو جماعة أخرى. وتنشوف السيد الوزير أن هناك من يدعم المهرجانات ويدعم كذلك الجمعيات. شكراً سيد نائب محترم. من رد سيد الوزير، هل من تعقيبات إضافية قبل رد سيد الوزير؟ هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد نائب من فريق المجموعة النيابية. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيد الوزير، احنا فريق الحركة، فريق الحركة، تفضلوا تفضلوا. توقيت عفاك الوقت. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، السيد الوزير اللي بغيت نثير انتباه هنايا هو المسألة ديال المجالس الإقليمية. السيد الوزير كنعرفوا بأن اليوم أصبح عندها واحد الاختصاص واسع في الصحة، في التعليم، ولا في يعني في مجموعة ديال الأمور اللي كتدخل فيها. كنلقاو بأن الميزانية اللي عندها دائما كترتكز على التيفيا، وهذا الشيء اللي هضرتوا عليه قبيلة السيد الوزير، مثلا بحال المسألة ديال البرد القارس كندخلوا فيه، مسألة ديال التمدرس، النقل المدرسي، ديال الصحة بالنسبة لسيارات الإسعاف. ولكن الإشكالية هو أن الموارد البشرية محدودة، وكنبقاو دائما الموارد المالية والبشرية أيضا كذلك كتبقى يعني مركزة فقط على التيفيا اللي كتعطى لها سنويا. وكنطلبوا السيد الوزير باش تكون واحد التفاتة لهذا المجلس الإقليمية. شكرا. لأنها كتلعب واحد الدور مهم. شكرا سيد نائب. رد السيد الوزير، تفضلوا. في شتى هاد خصنا نفرقوا بين الدعم ديال الدوله للجماعات الترابيه، الفرق ديال الدوله عبر المديريه العامه للجماعات المحليه اللي كتعطي دعم مباشر للجماعات الترابيه، هذه حاجه. هنا كنهضروا على الدعم اللي كيعطيوه المجالس الجهويه. كيف قلت، كاين مبدا دستوري ديال التدبير الحر، هما المجلس سيد نفسه هو اللي كيدير يعني مع الجماعات الترابيه المعنيه يا تعاقد يا عمل مشترك، وعلى اساسه كيعطي الدعم. يعني ما كايناش شي وسيله من الوسائل اللي كتحتم على الجهه انها الدعم جماعه من الجماعات، وما كاينش حاجه اللي كتمنعها انها ما تدعمهاش. كيبقى علاقه بين الجماعات الترابيه والجهه، لا دخل لنا فيها اطلاقا. حنا كنا نتكلموا على الدعم اللي تقدمه الدولة، لكن الدعم اللي تقدمه الجهة فهو اتفاق بين الجماعة الترابية والجهة. هذا ما كيمنعش في المسائل اللي هي منظمة في حال التدخل الشامل في البرامج المعينة، هنا ما كيكونش إقصاء جماعة من جماعات، لكن في العلاقات المباشرة بين الجماعتين الدولة ما تتدخلش، لأن كاين التدبير الحر. شكرا. السؤال الموالي عن تنمية الأقاليم المحدثة للسيدة والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم،
لجات الأقاليم المحدثة تنتظر حقها في التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية، فما هي التدابير المتخذة لتنمية هذه الأقاليم وفق خطة محكمة وبرنامج محدد تمكنها من التحاق بركاب التنمية التي تعرفها بقية الأقاليم؟ وشكرا. جوابكم سيد الوزير. كاين 13 إقليم أحدثة في تقريبا هذه واحد 9 سنين ل 10 سنين. الهدف إحداث هذه الأقاليم هو تعميم سياسة القرب وجعل الإدارة تقرب أكثر وأكثر من المواطن. طبيعة الحال حين يوقع هذا التقسيم الإداري الجديد وتحدث عمادات وأقاليم جديدة، إمكانيات كتعطى لهاد الأقاليم من أجل الضعف من مساواة القرب ديال الإدارة من المواطنين. وأحسن مثال على هذا أننا كنشوفوا يعني جميع الأقاليم المحدثة الأخيرة 13 الأخيرة تم تعبئة موارد مالية مهمة جدا من أجل الضعف من مساواة الخدمات داخل هاد الأقاليم. ويكفي أننا نشوفوا البرامج اللي تم الإحداث ديالها كبرنامج الحد من الفوارق المجالية وبرامج أخرى كتعطي لنا واحد نسبة مهمة المالية العمومية اللي تم الاستثمار ديالها داخل هاد العمل الأقاليم والعمل الجديدة. شكرا. تعقيبكم سيد النائب. شكرا سيد الوزير. إذا كان الهدف من إحداث أقاليم جديدة هو إعطاء دينامية جديدة وتسريع وتيرة النمو وخلق شروط الإقلاع الاقتصادي والثروة وفرص العمل وتقريب الإدارة من الساكنة وتمكينها من الولوج للخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف معيشتها وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك لم يتحقق بعد بهذه الأقاليم، وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في رؤيتها بخصوص التعامل مع الأقاليم المحدثة على أساس الإنصاف والعدالة المجالية. وشكرا. هل من تعقيب إضافي؟ هناك من رد سيد الوزير؟ شكرا. نمر للسؤال الموالي وهو الحصول على شواهد الاستغلال والشواهد الإدارية للعقارات الجماعية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزير المحترم، لا يخفى عليك سيد الوزير المحترم الدور الذي يلعبه العقار التابع للأراضي السلالية في خلق الثروات وفرص الشغل خصوصا في القطاع الفلاحي، إلا أن هذا الدور المهم الذي تلعبه هذه الأراضي الشاسعة خصوصا في حياة ساكنة العالم القروي تراجعت بشكل كبير مع إصدار الدورية رقم 40 بتاريخ 25/10/2017 التي حصرت تسليم شواهد الاستغلال والتصرف فقط في ذوي الحقوق المسجلين في الجريدة الرسمية، الشيء الذي جعل رجال السلطة يحرمون العديد من أبناء ذوي الحقوق والعديد ممن تم إغفالهم في لوائح ذوي الحقوق المسجلين في الجريدة الرسمية من الحصول على هذه الشواهد، وبالتالي حرمانه من حقهم في استغلال هذه الأراضي رغم حصولهم على هذه الشواهد من طرف اللجان السلالية المعنية. وأمام هذه الوضعية وتمشياً مع التعليمات الملكية السامية بخصوص تعبئة هذه الأراضي لتسريع وتيرة التنمية بالعالم القروي، نهيب بكم سيد الوزير المحترم تدليل هذه العقبات سواء أمام ذوي الحقوق وغيرهم من المستثمرين حتى نجعلوا من هذه الأراضي فعلاً رافعة للتنمية بالعالم القروي. شكراً سيد الوزير. جواب سيد الوزير. الهدف الأساسي ديال هذه الدورية هو حماية الأراضي السلالية والحماية ديالها من أجل ذوي الحقوق. الهدف ديال هذه الدورية هو حماية هذه الأملاك السلالية من ضياع ديالها. المستفيدين من هذه الأملاك كاين جوج الأنواع،
كاين النوع الاول اللي هو مذوي الحقوق. مذوي الحقوق اللي هما محصيين ومعروفين واللي ما عندهم ادنى اشكال انهم ياخذوا الورق ديالو وياخذوا المسائل ديالو بسهوله. كاين الاغيار اللي ماشي مذوي الحقوق، الطريقه الوحيده اللي كاينه هو الاستثمار، وحين كيقوم الاستثمار كاين طريقه سهله لاجل الاستثمار والارض كتوضع على الاشاره ديالو. اي طريقه من غير هاد الجوج راه ما كايناش. مجموعه الناس اللي كتمشي تخدم تاخذ اراضي جماعيه باش دير فيها مشاريع وتتبني هذه على شهادات ديال اللي هي ما عندهاش الحق فيها، راه ما يمكنش. الاول الهدف الاول والاخير هو حمايه هاد الملك الجماعي. شكرا. تعقيبكم السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير. المشكل اللي كاين هو ذوي الحقوق تمنعوا من الشواهد. الاب ديال الاسره مسجل كياخذ شهاده ديال التصرف وديال اسمه، واولاده الابناء نتاعو بيبنيو ولا بيديروا مشروع تيتحرموا، تيقول لهم القياد لا انتم ما مسجلينش، وهما جايين تما اباء عن جد لمئات السنين من الجنوب ومن الشمال، من الشمال ومن الجنوب. كاين ناس، كاين قبائل. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيب اضافي؟ كلمه لكم سيد الوزير للرد على التعقيب. تسجل الاب يتسجل الاب. ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه حنا عارفين شنو وقع في هذه الاراضي يا سيد النائب المحترم. ما يمكنش الاب. الصوت سيد الوزير. ما عندوش بالا. راه ما يمكنش نمنعوا ذوي الحقوق، ذوي الحقوق ما كيتمنعوش، ذوي الحقوق عندهم حقهم هذا، ما كاينش شي سلطه يمكن تمنعهم، لكن حنا عارفين علاش كنهضروا، كنهضروا من اجل البناء، البناء، البناء عنده مقومات ديالو، ماشي شهادة الحصول على الصبغة الجماعية ولا من ذوي الحقوق باش تعطي له حق في البني. كنهضروا على الاستثمار في هذه الأراضي والحماية لهذ الأراضي، والحماية لهذ الأراضي كتطلب منا كاملين أن المسطرة تكون واضحة للجميع. شكرا. السؤال الموالي عن المعايير المعتمدة في توزيع الضريبة على القيمة المضافة للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضلوا أحد السادة النواب. تفضل سيد النائب، طرح السؤال. السيد الوزير، بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها بعض الجماعات الترابية الفقيرة، نسائلكم عن المعايير المتخذة من لتوزيع حصة الضريبة على القيمة المضافة بين هذه الجماعات الترابية، وشكرا. جوابكم سيد الوزير. هذا النوع الأسئلة هو حين تكون يعني الإمكانيات المتاحة قليلة، بطبيعة الحال صعيب أنها توزع بطريقة عادلة على الجميع. يمكن نقول أن الطريقة ديال التوزيع اللي موجودة الآن، كاين جوج طرق. كاين الطريقة الأولى اللي هو الدعم المباشر، واللي كتدخل ثلاثة ديال المعايير، واحد الحصة جزافية، وحصة ثانية ديال الإمكانيات الجبائية ديال الجماعة المعنية، والمعيار الثالث هو المجهود الضريبي. هذه بجهة، وفي نفس الوقت المساهمات اللي هما ولا الدعم اللي ماشي يعني الدعم اللي كيجي ماشي بصفه دوريه، اللي كيكون عن طريق دي دوتاسيون سبيسيال اللي كيتعطى من اجل برامج محدده. هذا الشيء كامل مع الامكانيات الماديه اليوم اللي متاحه لنا من جهود ديال الضريبة على القيمة المضافة، ما كتعطيناش إمكانيات كافية بأننا نستجبوا لجميع المتطلبات الجماعات الترابية. خلت أن اليوم حنا خدامين على واحد الطريقة جديدة اللي تسمح لنا أننا يكون عندنا طريقة أخرى من أجل يعني إعطاء هذا الدعم. هذا ما كيعنيش، دابا الإخوان خصنا نتفاهموا. شكرا إعادة الوزير. انتهى الوقت. شكرا. تعقيب سيد النائب. شي تعقيب؟ السيد الوزير، طرحونا لهذا السؤال تفرضوا متطلبات بعض الجماعات الترابيه الفقيره،
التي تعاني، وهنا أذكر على سبيل الذكر الجامعات الترابية ديال إقليم خنيفرة اللي المصدر ديال المداخل ديالها سابقا كانت هي الغابات ديال الأرز، الآن الغابات ما بقاتش وما وصلتش هي دابا ديك الحصة اللي كتاخذ ما وصلتش أنها تغطي المصاريف ديال ميزانية السير. ناهيك عن الصعوبات اللي كتوجد هاد الجامعات الترابية بحكم وجودها في مناطق جبلية في الوقيته ديال التساقطات الثلجيه، ديك حتى ديك لا روبريك ديال المازوت اللي كتكون عندها ما كتكفيهاش حتى في داك الموسم ديال الثلوج. لذلك كنطلبوا منكم السيد الوزير انكم تشوفوا المعايير اللي كتناسب هذه المناطق الجبليه هذه في الحصه ديالها من الضريبه على القيمه المضافه. وشكرا سيد الوزير. هل من تعقيب اضافي؟ سيد نائب من فريق، عفوا سيد نائب من فريق العدالة والتنمية، السؤال من المعارضة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، هذه حصة الجماعات من ضاربة على القيمة المضافة المقاربة ديالو خصها تغير سيد الوزير، وخص يخرج الموضوع للعلن والوضوح والشفافية. لا يعقل الأزيد من 22 سنة وحنا كنتعاملوا بمذكرة عوض المرسوم على غرار الجهات. ونعطيك مثال السيد الوزير، بالنسبة لإقليم زكان أيت ملول، جماعة أيت ملول 170 ألف نسمة، ثاني أكبر حي صناعي، نشاط اقتصادي مهم، مجهود مقدر للتحصيل ولا تتحصل على ما يناسب هذه المعطيات هذه. كذلك ثلاثة الجماعات بنفس الإقليم فقيرة وفي إطار التضامن اللي خصها يعني تحصل على ما يناسب ذلك فلم تتحصل. لذلك نطالب بتفعيل أو بمقاربة الموضوع بمرسوم. شكرا. كلمة للسيد نائب من فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، إن بعض الجماعات الترابية الفقيرة تعيش عجزا مزمنا منذ سنوات في ميزانياتها، ولا تسعفها الوزارة بحصة تكميلية هزيلة من الضريبة على القيمة المضافة إلا في حدود الشهر السابع أو الثامن. وقد طلبنا ونجدد اليوم السيد الوزير طلب لتدمج هذه الحصة التكميلية الهزيلة في الحصة الرسمية التي تمنح لهذه الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة. وأعطي مثالاً من هذه الجماعات، جماعة طلزنت بإقليم بولمان. شكراً. كلمة السيد نائب من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، تفضل. لا السيد الوزير، بالنسبة للقيمة المضافة خاص مراجعتها من طرف الحكومة، لأنها لا يعقل عن منها بدات، والحصة اللي معطيها لمديرية الجماعات المحلية تفرق على الجماعات وهي مازالت في حجمها، خاصة ترتفع من الأساس باش يمكن الجماعات يستفادوا. وشكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة للسيد الوزير للرد على تعقيب وتعقيبات الإضافية. خصنا نعرفوا بأن الضريبة على القيمة المضافة خلال السنين الأخيرة ما عرفتش نمو مهم باش أن المداخل الحصة للضريبة القيمة المضافة تزاد، هذه الأولى. ثانيا المتطلبات ديال الجماعات الترابية تزيد في الوقت، لكن مع الأسف ما كاينش إمكانيات بأننا نستجبوه لها كاملة. لهذا واخا حنا خدامين اليوم من أجل وضع نظام جديد من أجل توزيع هذه الضريبة على القيمة المضافة، لكن هذا ما كيعنيش بأن كل واحد غيتزادوا، لأن كل شيء راه واحد كاين يستقسم اللي هو يكون عادل ومرن ومعروف. أهم حاجة كنظن والسادة الرؤساء كيعرفوها هو تنمية المداخل الذاتية، راه ما كاينش شي حاجة أخرى من غير هذه. أما ودا بقينا عوالي على الضريبة المضافة راه ما غديناش بعيد، نكونوا متفقين مع بعضنا. تنمية المداخل الذاتية هي هو الحل، والحل اللي موجود الآن. شكرا. شكرا. السؤال الموالي عن إحداث وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، عن مآل إحداث السجل الاجتماعي الموحد والإجراءات المواكبة لحسن التنزيل ديالو وتفادي ومعالجة الإكراهات المرتبطة به نسائلكم. شكرا. جوابكم السيد الوزير.
كيف كتعرفوا كاملين هذا البرنامج ديال اعداد السجل الاجتماعي الموحد بدينا فيه تقريبا هذه واحد سنه ونصف حتى سنتين الان فين واصلين اليوم. فيما يخص الاستهداف خدمنا مع خبراء ديال المندوبيه الساميه للتخطيط ومع تعاون مع خبراء دوليين، كنظن بان العمل غادي كيف كان مسطر. القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان والوكاله الوطنيه للسجلات راه ان شاء الله في القريب العاجل غيدوز باش يجي عندكم باش يمكننا ندرسوه كاملين مع بعضنا. فيما يخص التصاميم ديال النظام المعلوماتي الخاص بالسجل الوطني للسكان هو في أطوار النهائية ديالو وغيخرج في القريب العاجل إن شاء الله. كاين بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحد طلبات العروض ديالو راه سيتم الإعلان عليها في القريب إن شاء الله. الهدف ماشي كامل هو أنه الانطلاقة الفعلية، لأن غنبداو بمنطقة التجربة، المنطقة الفعلية الانطلاقة الفعلية للتجربة غتكون إن شاء الله ما تم 2019. هذا هو الهدف، أننا جهة اللي غيتم فيها التجربة ديال هذا البرنامج إن شاء الله واللي هي جهة الرباط للقنيطرة غتكون ما تم سنة 2019 إن شاء الله. شكرا. تعقيب السيد نائب محترم، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. أولا لابد من الإشادة بهذه الخطوة التي مش أنها تحسين مردودية البرامج الاجتماعية واستهداف الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي. سيد الوزير يجب التأكيد على ضرورة تسريع واحترام الأجال لإنجاز هذا الورش، لأن كل يوم تأخير هو على حساب عدم استفادة واحد الفئات مستحقة، وهو أيضا إطالة ديال الأمد ديال استفادة واحد الفئات غير مستحقة وما أكثرها. سيد الوزير خص هاد النتائج ديال هاد الورش فعلا تكون هي الاستفادة ديال المستحقين فعلا، وتوصلهم هاد الاستفادة وتجنبهم العناء ديال الإدارة والبطء ديالها، العناء ديال كثرة الوثائق، العناء ديال التنقل. لابد من العمل على تقريب خدمة هذا الدعم من المواطنين بما يحفظ كرامتهم وخاصة الفئات المستضعفة. السيد الوزير الملاحظة اللي نقول أنه لا شك أنه من غادي نحدوها التحديد العلمي لخارطة الفقر غيبان الحاجة إلى تمويلات إضافية، إضافة إلى الهوامش اللي كيتوفرها صندوق المقاصة. وفي هذا الإطار لا بد من التفكير الجدي من تفعيل صندوق الزكاة اللي هو بالأساس هو حق الفقراء والفئات المستضعفة في أموال الأغنياء. أخيرا السيد الوزير، الإنجاح ديال هذا الورش سيكون له الأثر الطيب على الفئات الفقيرة. هذا النجاح ما خصش ينسينا الهواجس والمخاوف والتساؤلات ديال الفئات ديال الطبقة المتوسطة. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ هناك تعقيب إضافي من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلي السيدة النائبة. السيد الوزير، السجل الاجتماعي الموحد ورش استراتيجي مهم جدا لبلادنا، بلدان عندها اكثر من مليار نسمة ما نجحت انها تقوم فيه. عندنا كل ثقه في الكفاءات الوطنيه ديالنا، ولا نعتقد ابدا ان الجانب التقني او المعلوماتي ممكن انه يكون حاجز، لكن كمعارضه مواطنه، كمعارضه كتوضع صلب الاهتمام ديالها مصلحه المواطن، كنطلبوا منكم انكم تقوموا بكل التدابير اللازمه من اجل ضمان صحه المعلومات اللي غيتم وضعها في السجل. كذلك كنبلغكم التخوف ديالنا من ان يعني يكون ان تسود المحسوبيه وان يتم ظلم الفقير ومن يستحق، مع نقاش كبير فيما يعني ان تكون فقيرا اليوم في مغرب اليوم. هذا موضوع مهم غادي نرجعوا نطرحوه، وغادي نرجعوا ايضا نطرحوا كل النقاط اللي كتبان لنا مهمه في هذا الورش، لانه كيمس فئات عريضه من المواطنات والمواطنين. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة لكم سيد الوزير للرد. هو حقيقة النهار اللي غيجي هذا القانون للبرلمان غيكون عندنا نقاش عميق في فيه اللي خصنا نتفاهموا عليه. اليوم هذا الورش عنده ثلاثة الأهداف. الهدف الأولي واللي كان شاد لها صاحب جلالة في خطاب العرش
ديال هذه السنه فيما يخص المجالات الاجتماعيه. كاين اكثر من 100 برنامج اجتماعي، كاين ملايير الدراهم اللي كتمشي في برامج مختلفه، ما كاينش واحد النوع الالتقائيه والتنسيق. الهدف ديال هاد السجل هو ايجاد اليه للتنسيق والاليه ديال الاجابه على المطالب الساكنه المحتاجه لهاد البرامج الاجتماعيه. ثانيا ولا كندير هاد البرنامج راه دار اساسا باش ما يمكنش يتقصى الانسان اللي محتاجه وما يتعطاش الانسان اللي ما يحتاجوش. هذا هو الهدف الاساسي اللي دار عليه هذا البرنامج. شكرا شكرا سيد الوزير. ونمر الى اخر سؤال في هذا القطاع، وهو عن تاهيل الرصيد العقاري لاراضي الجمع للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلوا سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس، الساده الوزراء، السيدات والساده نائبات النواب المحترمة. لا شك سيد الوزير المحترم أن الرصيد العقاري لأراضي الجمعة والأراضي السلالية يكتسي أهمية استراتيجية، سواء على المستوى العيش اليومي لفئة مهمة من المواطنين أو على مستوى الاستثمار في خدمة أوجهه وأصنافه وخصوصا المجال الفلاحي. غير أن السيد الوزير أن المرتكز القانوني الحالي والممارسة العرفية والسياق التاريخي لهذه الأراضي لم يعد يساير التطور الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي الذي تعرفه بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله. خاصة سيد الوزير أن الوسط القروي ما بقاش ذاك الوسط ديال الثلاثينات والربعينات، إنما أصبح واحد الوسط قروي قوي وأكثر نضجا وأكثر تكوينا وأكثر انفتاحا على الآخر. لذا نسائلكم سيد الوزير المحترم عن منظور الحكومة لحل الإشكاليات وإيجاد الحلول للعراقيل المرتبطة بتدفير ملف أراضي الجمع أو ما يعرف بالأراضي السلالية، وهل هناك إجراءات معينة في الأفق القريب لاستثمار أفضل لهذا الرصيد العقاري خاصة في الجانب الفلاحي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد؟ وشكرا سيد الوزير. جواب سيد الوزير. سيد النائب محترم، التوجيهات الملكية السامية كانت واضحة في شهر أكتوبر الماضي، واللي جلالة الملك عطى التوجيهات ديالو على جوج الحوايج. الأولى هي تعبئة مليون هكتار إضافية للاستثمار الفلاحي من جهة، والثانية تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة والحقوق وفق شروط محددة. باش يمكن هذا الورش إن شاء الله ينجح، أول حاجة هو تعديل القانون. القانون الجديد راه موضوع الآن عند الأمانة العامة للحكومة، وكنتمناو ان شاء الله في القريب العاجل يجي للمجلس الموقر باش يمكن تناقشوا فيه. الهدف ديال القانون اللي غيسمح لنا من جهه اننا على غرار ما كيدار في الاراضي السقويه غيدار في الاراضي البوريه بالنسبه لذوي الحقوق بطبيعه الحال وفق شروط محدده ودفتر تحملات محدد، يعني ماشي بطريقه مباشره. هذه الاولى. ثانيا غيسمح لنا بان الأراضي الصالحة للاستثمار تعطى للمستثمرين من أجل الاستثمار في هذا الميدان اللي هو ميدان مهم جدا. هذا العمل رحنا خايدين فيه إن شاء الله، وكنتمناو أنه القانون يخرج بأقرب الآجال باش يمكننا من تعبئة الأراضي الضرورية للاستثمار. شكرا. تعقيب سيد نائب محترم. شكرا سيد الوزير على كل هذه الايضاحات. اذا اليوم السيد الوزير سيتم الشروع الفعلي في اجراءات الورش الملكي لتعبئه هذه الاراضي. اذا تتمنى لكم السيد الوزير التوفيق وايجاد الحلول للاشكاليات لهذه العراقيل، وتتسناكم واحد المجهودات جباره تقوموا بها باش ينجح هذا الورش. وفي الاخير السيد الوزير تلتمس منكم لفك مجموعه من الاشكاليات والمشاكل التي تعاني منها ذوي الحقوق، وخصوصا بعض الاقاليم اللي من بينها اقليم مولاي يعقوب، بخصوص التاخير ديال واحد التعويضات. الله يجزيكم بخير السيد الوزير، لم تدونا اليد العون فيها. مجموعه من المشاكل اللي عياوا الناس ما يتسناوا فيها، طريق السيار، الرابطه ما بين فاس وجده، شركه هولسيب. وشكرا. هل من تعقيب اضافي؟ السيد نائب من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلوا تعقيب إضافي. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كما كتعرفوا أن تأهيل هذه الأراضي الجماعية السلالية
كما جاء على لسانكم هي حقيقة الفلاحة وكذلك الصناعة، انطلاقا من الأسبقية في الحقيقة لذوي الحقوق وكذلك حتى من غير ذوي الحقوق عن طريق الكراء أو القانون اللي غادي يجي يحددها فيما بعد. إلا بالرجع بالحقيقة هذاك الكراء بالنفع لتنمية المجال وخاصة الشباب في هذه الفئة. إن هذه الأراضي الشاسعة إذا لم تكن سياسة محكمة، مثلا إقليم قرسيف، ستبقى هذه الأراضي كما تركها أجدادنا. لذا نطالبكم سيد الوزير الإسراء بتأطير هذه الأراضي في إطار محكم ونزيه، وشكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ سيدة النائبة من فريق العدالة والتنمية، تفضلي. نعم، تأهيل هذا النوع من العقار مهم جدا، ولكن الأهم منه هو تأمين الحقوق، وبالتالي بمقتضى ظاهرة 1919 تدبير شأن الأراضي الجماعات السلالية هو اختصاص حصري لذوي الحقوق، وبالتالي أي تدخل للسلطة في انتخاب أو تعيين النواب لا يمكن إلا أن يثير يعني اختلالات واحتجاجات. والنموذج ديال جماعة البخاتة يعني غير بعيدا منا في إقليم جرادة. ثم عندنا مسألة أخرى ضروريا نشير لها هنايا، هي أن ما هي الضمانات التي ينبغي تقديمها لتمكين النساء من حقوقهن في هذا المجال، باعتبار أن إدراج أسماء ديال النساء في اللوائح ديال ذوي الحقوق يبقى رهينا بمزاج النواب. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب والتعقيبات الإضافية. كيف قلت هذا ورش مهم ومهم مهم جدا، لأنه كيفتح آفاق مهمة للاستثمار في الميدان الفلاحي وخاصة في العالم القروي. أراضي الجموع هو مجموعة الأراضي اللي من حسن الحظ أن تم الحفاظ عليها، ولليوم لقيناها لأن ما كناش حافظنا عليها الأمس، ما كناش غنلقاوها اليوم. حافظنا عليها وحافظنا عليها بطريقة تسير اللي دارت لحد الآن. ما ندخلوش نقاش قانوني الآن لأن ماشي وقته، لكن تسير هذه الأراضي هو اللي حمى 16 مليون الهكتار اللي كاينه اليوم. التسير هو اللي حماها من 2019. إذا باش نكونوا واضحين، هذه فرصة لنا اليوم باش هاد الإرث اللي شديناه أنه يستعمل ويستعمل في طريقة ناجحة من أجل ضمان المستقبل ديال ولادنا. شكرا. مساهمتكم في هذه الجلسة، وطبقا للمادة 148 من النظام الداخلي ترفع الجلسة لمدة 10 دقائق لأداء صلاة العصر. شكرا. كلمة السيد الوزير، تفضلوا. شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال اللي سبق لي جاوبت عليه في عدة مناسبات، لكن لا بأس من التذكير بأن التعيين في المناصب العليا مؤطر بمقتضيات وأحكام دستورية اللي كتنص على الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وكاين هناك ايضا مرسوم منظم لهذه العمليه ديال ولوج المناصب العليا، الشيء اللي جعل على ان بلادنا منذ 2012 دخلت لواحد المرحله جديده ديال الشفافيه، بحيث انه جميع المناصب كيتم الاعلان عنها في البوابه ديال lemploi.public.ma، وكيكون هناك واحد العدد ديال التخصصات المطلوبه معلن عنها، كما انه كتشكل لجان لهذا الصدد. لكن لوحظ بان ليست كل القطاعات الوزارية منسجمة في ضبط شنو هي الشروط المهنية والكفاءات العلمية المطلوبة، لذلك استقرت القناعة لدى الحكومة على ضرورة مراجعة هذا المرسوم ديال التعيين في المناصب العليا باش يكون أكثر إعمالا وتطبيقا للأحكام ديال الدستور. وشكرا. تعقيبكم سيدة النائبة. سياسة تدبير الموارد البشرية معرفة تحتاج تحسن يذكر منذ الدستور سنة 2011،
واللي منح الحكومه الحق في التعيين في مناصب عامه بموجب الفقره الثانيه من الماده 92، واللي حدد شروط التعيين في تكافؤ الفرص، الكفاءه، الاستحقاق الى اخره. صحيح انكم اجبتم على هذا السؤال في عده مناسبات، ولكن غالبيه التعيينات لم تحترم لا روح ولا نص هذا الدستور، وناهيك عن ان اقصاء الشباب والنساء في تقلد المناصب العليا. وهنا كنتسهلوا حنايا علاش النساء والشباب يتم استثناؤهم من هذه التعيينات. كذلك دائما ان البواعث لا زالت مستمره، حتى ان الحكومه ما زالت تقتسم خاضعه الى مبدا اقتسام كعكه الصفقات الحزبيه بينكم، يعني انكم كتمشيو للارضاءات الحزبيه، اعطيني نعطيك. وهنا المشكل اللي كاين عندنا هجره الكفاءات والادمغه، واللي السبب ديالها انهم ما لقاوش المقابل ديالهم في بلادهم، والبلد ديالنا ماشي عقيم على مستوى انتاج النخب، بلادنا فيه كفاءات عاليه. الذنب الوحيد ديالها انها تسير من طرف حكومه اللي اقل ما يمكن ان نقول عنها انها تعاني من الارتجاليه، وانها في غياب النجاعه والتيه وبئس المصير. احنا كفريق الاصاله والمعاصره سنطالب بلجنه لتقصي الحقائق، لان هذا الشيء زاد عن حده، ويجب الوضوح للراي العام، اللي كنتمناو ان نلقاو الدعم من طرف جميع الفرقاء السياسيه. هل من تعقيب اضافي؟ تعقيب رد السيد الوزير. نعم، كنا ننتظر هل هناك من تعقيب اضافي الان؟ العفو العفو، لا تعقيب اضافي، الرد ديالكم، الرد ديالكم سيد الوزير، تفضلوا. السيده النائبه المحترمه، شكرا. فيما يتعلق بالاقصاء والتهميش، يمكن نفيدك بانه من 2012 الان كاين حوالي 967 تعيين في المناصب العليا، فيها 199 بمعدل 12.09 من النساء، لكن الاسباب لا تعود الى الاقصاء. في المنظومة القانونية والدستورية والمسطرية لا يوجد أي آلية إقصائية، هناك اعتبارات أخرى لا يسمح الوقت للدخول فيها، لكن أنا أنصح إذا كان هناك غتكون شي لجنة تقصي الحقائق تبحث في الكفاءة. أما المدخل ديال الحزبي ماشي حزبي، فيه واحد استهداف للعمل السياسي في المغرب، طبعا ماشي هو اللي كتقصده، ولكن ما غاديش يكون مفيد. اللي غيكون مفيد هو فلان الفلاني في المنصب الفلاني هل له الكفاءة العلمية، أما هل هو ينتمي إلى الأصالة أو إلى الاتحاد الشراكي فهذا ماشي مهم. شكرا. السؤال الموالي حول عدم إدراج بعض تخصصات الماستر في لوائح المباريات بالوظيفة العمومية، رغم كونها معتمدة من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، حول حرمان مجموعة من حاصلين على شهادة الماستر ببعض التخصصات من اجتياز ولوج مباراة ولوج الوظائف العمومية رغم اعتمادها من طرف وزارة التربية الوطنية، نسائلكم. شكرا. جوابكم سيد الوزير. سيدة النائبة، على هذا السؤال، قانونيا ولوج الوظيفة العمومية بصفة عامة يعتمد على آلية فريدة هي المباراة، والمباراة يتم فتحها أو الإعلان عنها التبري على المناصب الموجودة في قانون المالية بناء على التخصصات المطلوبة. بطبيعة الحال المعاهد والمؤسسات ديال التعليم العالي تقدم تكوينات علمية مختلفة تحاول تتبع التطور الحاصل في سوق الشغل، لكن الوظيفة العمومية عندها معيار آخر. الوظيفة العمومية عندما تفتح المناصب فهي تفتحها في الاختصاصات المطلوبة في الإدارة وفي القطاع العام وفي القطاعات الإدارية المعينة. إذن المبدأ ديال التلاؤم مع الإدارة ضروري منك تفتح واحد المنصب، ماشي لتحقيق التكافؤ بين جميع الدبلومات التي تمنحها الجامعات المغربية. وشكرا. تعقيبكم سيد نائب، تفضلوا. سيد الوزير، بداية كنبغيو نوهو بالمجهود الحكومي في إحداث المناصب المالية خلال هاد 7 سنوات، واللي اليوم قارب 200,000 منصب مالي. ثانيا كنبغيو نأكدوا على أنه المعطى الدستوري الجديد القاضي بأنه جميع المغاربة يولجوا للوظائف على وجه المساواة من خلال المباراة، هذا معطى أساسي، واللي أجرأته الحكومة السابقة والحالية من خلال فتح ديال مجموعة من المباريات. ولكن السيد الوزير، اليوم كاين بعض الإشكالات متعلقة بهذا الولوج، لأنه بعض المباريات كتشترط دي ماستر اللي هي دقيقة جدا أو العكس،
وانه بعض يعني بعض الخريجين في دي ماستر متعدده ما كيمكن لهمش يوجهوا. نعطي مثال المدرسه الوطنيه المدرسه الحسنيه ماستر في وجده ماستر في طنجه واحد المجموعه ديال لي ماستر اللي ما كيعطيوش يعني الخريجين ديالهم ما كيكونش عندهم الحق يوجهوا الوظائف العموميه. وهذا كيسائل واحد النموذج اللي اليوم حنا كنتكلموا عليه جميعا هو كيفاش الجامعه تلائم مع فرص الشغل وكيفاش اليوم الا كانت الوظائف ديال الدوله ما غاديش يلقاو فيها واحد المجموعه ديال الخريجين ديال دي ماستر اللي هما معتمدين من قبل وزاره التربيه الوطنيه كيفاش يمكن لينا نتكلموا على القطاع الخاص يعني يستقطب هاد الفاعلين. اخيرا السيد الوزير كنعتقد ان المباراه هي واحد الحل جديد جامعه دستور 2011 واللي جا باش يقطع الطريق على بعض التائهين اللي كانوا باغي يديروا السطو على السياسه وعلى المناصب العليا والدنيا. شكرا السيد الوزير. تعقيبكم ردكم سيد أو وقبل ذلك هل هناك من تعقيب إضافي حول هذا السؤال؟ كلمة للسيد الوزير للرد تفضلوا. شكرا سيد النائب المحترم. هناك مجهود الآن كيتبذل ما بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وقطاع التعليم العالي من أجل وضع قاعدة بيانات ومعطيات تخص جميع الشهادات الوطنية اللي كتمنحها الجامعات المغربية باش نوضعوها على حسب التخصصات. راه هنا إشارات مديرية الموارد البشرية في كافة القطاعات الوزارية باش تكون على بينة مما هو موجود لدى الجامعات من تخصصات ويكون هو هناك مزيد من التلاؤم ومزيد من الاستيعاب الطاقات والمؤهلات الوطنية. وشكرا. السؤال الموالي والأخير في هذا القطاع هو آني عن تعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وأوضاع التقنيين المهنية والاجتماعية للسيدة والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. كلمة لكم السيدة النائبة. نعم السيد الوزير، تقنيون ومساعدون تقنيون على غرار الأطر في الوظيفة العمومية كيقوموا بواحد المجهودات جبارة في إنزال أوراش التنموية في بلادنا. هل لدى حكومتكم رؤية واستراتيجية واضحة لتعديل ووضعيتهم الاجتماعية؟ وشكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب. تفضلك بهذا السؤال. الهيئة ديال التقنية المشتركة بين الوزارات تخضع لنظام أساسي اللي كيوضع واحد الهيكلة منسجمة كتحدد شروط الولوج والاختصاصات والمهام وكذلك نظام الترقي. وهذه الهيئة عندها مطالب طبيعة الحال هي مطالب أفقية على لأنها هيئة مشتركة على غرار واحد عدد الهيئات أخرى تتعلق بتسويات الأوضاع الإدارية والاجتماعية والاقتصادية لهم. وبطبيعة الحال الحكومة لها رؤية ليس فقط لهذه الفئة لأن الحكومة تجاوزت المقاربة الفئوية اللي كانت سائدة، لها رؤية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية ككل. وشكرا. تعقيبكم سيدة النائبة. نعم السيد الوزير، كنا نأمل في الجواب ديالكم ديال الحكومة وكما اعتدناها دائما بأنها تعطينا واحد الرؤية استباقية وجواب واضح وملموس، بحيث أن هاد التقنيون ومساعدون التقنيين صحيح أنهم كيخضعوا لواحد النظام ديال الهيئة المستقلة ومشتركة بين الوزارات، لكن يجب أن نقول بأن هذه الفئة أصبحت هي الحيط القصير والفئة المهمشة داخل الإدارة العمومية، بحيث أنها ما كتستافدش من عدالة أجرية شأنها شأن سائر الهيئات الأخرى. كذلك بالنسبة للترقي ما بقتش كتستافد منه، بل أكثر من هذا النظام والنظام القانوني المعتمد لهم كنا نقول أن كنا جبنا فيه تعديلات. والمحصلة سيد الوزير وهو أن هذه الفئة المسحوقة اجتماعيا ولات كتشعر بالاستياء ولات تعاني من الحقرة بشكل يومي، الشيء اللي كيلزم اليوم الحكومة بطريقة مباشرة أنها دير إعادة نظر في القانون التأطيري لهاد الناس وتحاول تنصفهم وتساوي وما تبقاش تعطينا هذا الحيف وهذه الازدواجية في التمييز بين الفئات. شكرا السيدة النائبة. كلمة للسيد الوزير للرد إن لم يكن هناك تعقيب إضافي. كلمة لكم سيد. كما قلت لك سيدة النائبة المحترمة، هاد الحكومة والوزارة بصفة خاصة منكبة بجدية على هذا الملف، لكن المقاربة اللي اعتمدتها ماشي مقاربة ديال التفييق وتسوية الأوضاع عند فئة أخرى اللي كيجعل جميع الفئات مدخلة في تسابق هذا على غرار هذا وهذا سبق هذا إلى غير ذلك. عندنا مقاربة
متكاملة ومقاربة مندمجة، ونتمنى أن تكون هناك جسور بين الهيئات الممثلة لهذه الفئات وبين المركزيات النقابية، لأننا نحن كنا سويا ينبغي أن نعمل على تقوية العمل النقابي، وأن الحوار الاجتماعي للقطاعي والوطني يكون هو المجال الفسيح والمجال الجيد لمناقشة مثل هذه القضايا. وشكرا. شكرا سيد الوزير على حسن مساهمتكم، وننتقل إلى القطاع الموالي والمتعلق بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. في سؤال أول متعلق بالبناء بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل سيد نائب محترم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة الوزراء المحترمين، زميلاتي زملاء النواب المحترمين. سيد الوزير، الفصل 34 من الدستور ينص: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في السكن اللائق. سيد الوزير، في فريق الأصالة والمعاصرة نسائلكم أجد تولد الناس ديال العالم القروي بتسهيل مسائل البناء. كلمة السيد الوزير الجواب، تفضلوا. شكرا سيد نائب المحترم على هذا السؤال. طبيعة الحال عندي جواب اللي تعطي واحد العدد الأمور، ضوابط قانونية معمارية إلى غير ذلك يتأثر هذه المسألة البناء في العالم القروي، ولكن يجب إقرار بهناك مشكل. هناك مشكل، كان جوج المبادئ ما يمكنناش نختلفوا عليها: الحق في السكن اللائق بالنسبة لجميع المواطنين وبالخصوص الساكنة العالم القروي، كذلك احترام واحد العدد ضوابط قانونية معمارية لاحترام واحد العدد توازنات اقتصادية معمارية بيئية إلى غير ذلك. هذه جوج المبادئ كل واحدة على حدة ممكن نكون متفقين عليها. على أرض الواقع خصنا نشوفوا كيفاش نوفقوا فيما بينها. أنا الاقتراح اللي عندي هو، وغنشعوا في هذه المسألة، ويكون حقيقة حوار. أولا على الصعيد الوطني إن شاء الله في شهر يناير غنضموا واحد اللقاء خاص بالمسألة البناء في العالم القروي، ونحط جميع الوكالات الحضرية تنظم على المستوى ديالها لقاءات باش نعالجوا هذه الإشكالية، ونشوفوا كيفاش نزيدوا الأمام. حيت كاين القوانين وكاين المبدأ ديال الليونة، ولكن الليونة في قلمي ماشي هي الليونة في الرباط ولا في الدار البيضاء، حسب المعطيات المحلية يشوفوا كيفاش تزوجوا واحد العدد المشاكل. ممكن نتكلمك كذلك على واحد العدد المجهودات، مثلا في 2019 أولي نعطي واحد دفعة قوية لبرنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي، بحيث الآن كنا نبشركم بأن رفعنا واحد العدد ديال العراقيل أمام هذه المسألة، وإن شاء الله في 2019 أولي نعطي واحد دفعة قوية لهذه المسألة. كلمة لكم السيد نائب التعقيب، تفضلوا. السيد الوزير، في الواقع الجواب ديالكم كنشكركم على انه اعترفتوا على انه كاين المشكل، وفعلا كاين، ولا نختلف في هذه القاعه، لان مشكل عويص في العالم القروي ديال البناء. الناس، بغيتكم السيد الوزير تعرفوا على انه ماذا يترتب على هذه المشاكل. راه كاين الرجل اللي تزوج وبيعز على بوه، فاذا به منوع يبني، كيوليو العيلات مخاصمين، تشردات اسره. راه خصنا نقراو هذه القرايه السيد الوزير. الحكومه ديالكم كيخصها تلقى حلول جذريه ومسربيه. ما نقولوا السيد الوزير غادي تفتحوا الحوار في شهر يناير 2019 2084 2020، بركه من التسويف. السيد الوزير عطيونا حلول العالم القروي، وجاء عندكم في التصريح الحكومي ديالكم واحد العدد ديال الامور على انه العنايه اللي كتعطيو للعالم القروي كيخص المواطن في العالم القروي يلمس. السيد الوزير، نعطيك اكثر من هذا. السيد الوزير، الاشيمير كاينين الدور كتعطيو 4 ملايين باش يبني وكتريبو ليه، وفي الاخر كنقول ليه ما تبنيش، ممنوع عليك 60 متر، وراه كان ساكن فيها. السيد الوزير، واش هذا ما كيبين لكمش بلي هضر المال العام؟ هذا هو الهضر ديال المال العام. كنعطيو الراجل 4 ملايين
وكنعطيو الريبو ليه ونخلصو من المال العام، وفي الاخر نقول ليه لا ممنوع. شكرا سيد النائب. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد النائب من فريق العدالة والتنمية. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، العالم القروي انا ما غاديش نتكلم على التجمعات اللي ربما يتحول الى احياء، كنتكلم على عمق الجبال، وغادي نمشي لك مباشره اقليم بركان جماعه ريسلان. كاين واحد الحصار كبير، السيد باغي يبني بيته لولده في راس الجبل، كيقولوا له خصك دير التصميم. راه ماشي معقوله السيد الوزير. وللاسف كاين واحد التباينات ما بين الفرق كبير ما بين اقليم التاوريت مثلا واقليم بركان. لذلك السيد الوزير، هاد الناس اللي باغيين يديروا بيت وكوزينه في العالم القروي خصكم تساعدوا معاهم. وشكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه السيد الوزير. ننتقل للسؤال الموالي، وهو عن تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الوزير. تعهدت الحكومة غاية ماما بأنها غتجيب منظومة خاصة بالبناء في الوسط القروي، ماشي غنتسناو الحوار، غتجيب منظومة خاصة بالبناء في الوسط القروي، وغادي تصاوب تصاميم نموذجية مجانية في الجامعات القروية، وغادي مجموعة من الإجراءات اللي غتبسط بها البناء ما يتعلق بالمساحة بالعقار إلى آخره. هذا الشيء مازال ما شفنا منه والو السيد الوزير. اليوم الساكنة القروية تعاني، اليوم كاين تكيس الهشاشة، تكيس الأزمة في السكن في الوسط القروي خلافا لما جاء به الفصل 31 من الدستور. فشنو تصوركم السيد الوزير لحل هذه المعضلة؟ جوابكم السيد الوزير. في الواقع ما عقبتش على ما رديتش على التعقيبات، لأن في هذا السؤال الثاني بغيت الحقيقة المسألة التي تسائلنا مثلا فيما يخص قضية المساحة، كاين الآن في التشريعات الحالية إمكانية ديال استثناءات، وتنتكلموا على واحد اللجنة تقنية لحسب الخصائص ديال كل منطقة يمكن لا تحدد معايير أخرى. هذه وحدة. علاش ما نفعلهاش؟ هذا هو اللي خصنا نتناقشوا فيه. ثم عندي فيما يخص المسألة اللي تترجع، غنلقى لكم السماح، هذه دورية ديال 2012 ديال الوزارة، السماح بالنزول على المساحة الإكتار الواحد أو الزيادة في العلو البنايات والمساحة المبنية إذا كان هناك ما يبرر ذلك، علما أنه عندما يتعلق الأمر بتوسيع مباني قائمة وذلك بإضافة غرفة أخرى أو طابق إضافي فلا يجب اشتراط مساحة الإكتار الواحد. إذا المسألة أعتقد واضحة، إذا كان مشكلة ديال التواصل. كذلك الحرص على عدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية. شكرا سيد الوزير. مع الأسف انتهى الوقت. هل شكرا سيد الوزير. تعقيبكم سيد النائب. أظن السيد الوزير كان عندك حيز من الوقت باش تجاوب على التعقيب وتحترم الفريق في سؤاله وتجاوب على السؤال البرلماني اللي حطينا عليكم، ماشي تنزل على التوقيت ديال التعقيب الإضافي وتمشي دابا تجاوب واحد آخر. هذا تكيس الأزمة اللي كاينة في الوسط القروي، هذا تهرب من الجواب على تعهدكم، لأن سبقتوا تعهدتوا قلتوا نجيبوا قانون الوسط القروي. اليوم السيد في الجبل بعيد أكثر من 2 كيلومتر على مقر الجماعة وكيصلح حنية وحدة وكيمشيو يهدموا ليه. اليوم السيد في الجبل غادي يصلح غير بلاستيكا، كتجي السلطة تطيح الدار كاملة. اليوم كاين إشكالات، اليوم بهم كاين هذا الهجرة نحو المدن، بهم كاين السكن الصفيحي، بهذه المشاكل اللي القانون ديال 66/12 وبديك الدوية المشؤومة بينكم وبين وزارة الداخلية أفقدتم المصداقية في المؤسسات والناس دابا. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ سيد نائب من الفريق الاستقلالي تفضل.
الوزير، الشروط اللي كطلبوا المواطنين في الباديه هي باش يكون عنده كتار. واش كاين دابا شي واحد اللي عنده كتار في الباديه غادي يبقى في الباديه؟ راه يبيع ويمشي للمدينه. دابا انت كتطبق عليه القانون بحال المدينه بحال العروبيه، والسيد يبني بيت شنو غايدير؟ فين غيمشي؟ فين غيمشي هاد الناس؟ واش باقي نتوما اللي كتصيفطوا الناس باش يهاجروا للمدينه؟ نتوما سبب هاد المشاكل كامله في العالم القروي. والسيد باش يدير بيت ولا يدير شي حاجه كتجي كتريب له، هادشي راه حرام والله الا حرام بالله. دابا غير حنا رؤساء الجامعات كتخليونا في المشاكل مع السكان. دابا شنو غنديروا مع السكان؟ حنا بالنسبه لنا غير في جامعه في اقليم تازه راه كلشي الناس كتقول لهم من هذا منكر، راه حشومات. والسيد كتطبق عليه بحال كتطبق عليه في الباديه، راه حرام ما يمكنش. واش غير نتوما عندكم الفيلات وعندكم كذا كتبنيو الفيلات كلشي كتقول له خصو كتار؟ واش غيبني كتار في العربيه؟ هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ هل هنا لا لا لا، هل هناك من تعقيب اضافي اخر في اطار الاغلبيه؟ تفضل تفضل السيد نائب محترم. شكرا السيد رئيس. انا غنوضع النقط على الحروف. ما القانون من ضمن هذه الوثائق اللي كتطلب لها علاقه ليه بوزاره السكنه، هو قانون داز في وصدق عليه في هذا البرنامج في اللجنه الداخليه، والقانون 66/12 المنظم لهذه المساله بعيد على وزاره سميتو. هذه المساله حنا كنتفهموا هذه المشاكل اللي كاينه، حنا كنساندوا الاخوان في الاراء ديالهم، ولكن هذا دليل اننا قبل ما نصادقوا على القوانين نراجعوها مزيان ونعرفوا العواقب ديالها، لان اليوم هذا القانون هو اللي مسبب في المشاكل الكبيره في بيننا في بيننا. هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ نقطه نظام، اسمحوا لي كاينه نقطه نظام عند السيد رئيس نقطة نظام. يجب الاحتكام إلى النظام الداخلي. السيد الوزير ماشي قصير باش ينوب عليه السيد الرئيس. السيد الوزير اسمح لي الله يخليك، لا يمكن للنائب أن يعقب على النائب. هناك نظام داخلي يحكم الجميع، فالسيد الوزير أجاب مشكورا على جميع الإشكاليات، فلذلك النائب تقدم بالتعقيب دياله من حقه، ولكن ليس من حق الوزير أن يجيب ولا غير الوزير. نخليوها فرصة أخرى. إلا ما عندوش الوقت السيد الوزير، فلذلك السيد الرئيس يجب ضبط يعني شكرا. أمر تطبيق النظام الداخلي في سير هذه الجلسة. شكرا. نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس. مزيان يعرفوا الناس. كل واحد له حريته في التعقيب. سيد النائب عقب ما جاوبت على شي نائب، واخا حنا راه أغلبية خصنا نساندوا الأغلبية. لا لا هذا ماشي جواب، هذا ماشي جواب. نقطة نظام، نقطة نظام عندنا دقيقة. سيد الرئيس، سيد الرئيس، نقطة نظام تهم تسيير الجلسة وتهم تطبيق النظام الداخلي. اسمحوا لي يا سيد الرئيس، وتهم تطبيق النظام الداخلي. فنقطة النظام السابقة كانت تدعو إلى احترام النظام الداخلي، وأنتم كذلك تدعون لا محالة إلى احترام النظام الداخلي، وعلى الجميع احترام النظام الداخلي. تفضلوا السيد نائب في إطار التعقيب الإضافي. لا سيد رئيس، هو بالنسبة للقانون 66/12 السيد الوزير تم إخراج القانون ديال 66/12 بالنسبة للعقوبات الزجرية، ولكن بالنسبة للقوانين التنظيمية لم يتم إخراجها، وهذا في الحقيقة كيتعتبر واحد الحق مجحف في حق الساكنة ديال العالم القروي. حنا ملي ما كنخرجوش القوانين التنظيمية حول رخص الإصلاح ورخص التسوية كنشجعوا الهجرة من القرية للمدينة، كنشجعوا دور الصفيح، كنشجعوا التزايد ديال البناء العشوائي. هذا حق أعطاه الدستور المواطن المغربي حول السكن اللائق، يجب إخراج القوانين التنظيمية. كيبقى المواطن كيتلوح بالإدارات باغي رخصة ديال الإصلاح ولا رخصة التسوية، ولكن القوانين التنظيمية ما خرجاتش للإشارة بأن القانون 66/12. شكرا سيد نائب محترم. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا سيد الرئيس. سيد ران السيد الرئيس، مع احترامي للسيد الرئيس سمضيان، أنا غنساهم في النقاش. هذا المشكل ديال التعمير في العالم القروي مشكل حقيقي، وخصنا نوجدوا ليه الحل. كتار ولا ماشي كتار، بغض النظر على الفيلات ولا ماشي الفيلات. ولكن أنا غير نذكر واحد المسألة، القانون ديال التعمير راه الرقم ديالو 1290، يعني من 1990، والقانون ديال التجزئة راه الرقم ديالو 2590، يعني من 1990. فخصنا كاملين نجتمعوا ونوجدوا الحل للعالم القروي بلا ما نزيدوا على بعضياتنا. كلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب والتعقيبات الإضافية. بالأسف النقاش خدا واحد البعد بوليميكي وما غادي يسهلش
ما غادي يسهلش نحلوا المشاكل. ما كان تا تهرب من الأجوبة، كان سؤال كان جواب بكل صدق لأقر بأن هناك مشكل، ودعا إلى واحد النقاش لنتفاهموا، لأن عندي واحد عدد نصوص قانونية واحد عدد توجهات لي منفروض أن تحل المشكل، ما تتحلوش نتجلسوا ونتناقشوا علاش. إذن أعتقد هذا تزيد أكد المسألة اللي قلت خصنا نناقشوا بغزانة ببرودة الدم بدون توجيه تهم غير مبررة تماما ومخالفة للواقع باش حقيقة نتقدموا فهاد المسألة. بالنسبة ل 66-12 عندي جوج اقتراحات. بالنسبة للمراسيم التطبيقية خصها تخرج ونجتهد إلى غير ذلك وتقدمنا في هذا المسار، وأعتقد أن قريب الوصول لواحد الحل حق المسائل ماشي سهلة، خصوصا بالنسبة للرخصة ديال التسوية كان وضعية غير قانونية غنسويوها تطرح واحد عدد إشكالات، ولكن أعتقد بأننا غنتقدموا. ولكن أقترح عليكم بأن بالنسبة للقانون 66-12 نجلسوا جميع وربما واحد الجنة ديال التفكير باش حقا نفكروا كيفاش نطوروا هاد القانون، حيت بالفعل في الممارسة تيبان بأن كان واحد العدد ديال الإشكاليات وعدد المشاكل، وهذه بروح بناءة باش حقا نحلوا المشكل بدون الدخول في واحد العدد المزايدات حقا الصغير لها. شكرا سيد الوزير على حسن مساهمتكم، وننتقل إلى القطاع الموالي المتعلق بالطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. في سؤال أول يتعلق بتعثر أشغال كهرباء العالم القروي وبعض الأقاليم للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، تبذل الحكومة مجهودات جبارة في الكهرباء العالم القروي وتحققت أمور نفتخر بها، ولكن سيد الوزير هناك تعثر عدد من المشاريع في عدد من الأقاليم والقرى يثير السكينة حول الإجراءات اللازم اتخاذها من طرفكم ونسائلكم سيد الوزير. شكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما كنشوفوا حجم الصفقات ديال الكهرباء في العالم القروي بالمئات لابد تكون بعض الصفقات تعرف تعثر، لابد، لكن هذا ماشي كيبرر التعثر الحاصل، ولكن فقط كنقول لما كيكون الملايير اليوم حجم استثمار المكتب الوطني من الان الى 2022 فيما يتعلق بالكهرباء يصل الى 800 مليار ديال الدرهم، 800 مليار، بمعنى لابد بالاضافه الى ما تبقى من البرنامج اللي مرتبط بالكهرباء. المساله الثانيه في اطار الحكمه، الان هناك عمل جبار في اطار حكمه المكتب، وخذينا قرارات في واحد العدد ديال الاقاليم اللي الناس ما كيقوموش باللي خص يقوموا به، وغيرنا المسؤولين على مستوى الاقاليم باش تكون المتابعه. المساله الثالثه، تقع بعض المشاكل فيما يتعلق بالعقار، راها قيد التسويه مع اما الجماعه السلاليه والمياه والغابات او ملاك المخزنيه باش يمكننا نعالجوا هذه الاشكالات، لانه ملي كتبغي دير الكهرباء كدوز بس دوز الكابل كدوز على واحد العدد ديال العقارات. شكرا السيد. تعقيب الفريق، تفضلي السيده النائبه. سيد الرئيس، لا يسعنا السيد الوزير الا ان نتمنى عاليا ما تبذله وزارتكم كما الحكومة المتعاقبة من أجل تنزيل واحد من البرامج الطموحة التي نفتخر بها والمتعلقة بتمكين ساكنة العالم القروي للولوج لهذه الخدمة، كما نستحضر حجم الإكراهات المتعلقة بالتشتت العمراني وغيرها من المشاكل، إلا أن هذا لا يمنعنا السيد الوزير من ضرورة التأكيد على أن العالم القروي والجبلي لا زال بحاجة إلى المزيد من تعبئة الموارد والإمكانات وحكامة تدبيرها لتغطية الخصائص المتبقي وتجاوز مجموعة من المعيقات. أولاً نلتمس منكم سيد الوزير تدخل مباشر لرفع الحيف الذي تعاني منه ساكنة مجموعة من الجماعات في المناطق الجبلية والقروية مع ارتفاع الرسوم والتي تزيد على 2000 درهم بسبب اتفاقيات انتهت صلاحيتها، مثال جماعة زقموزان، حمر القلالشة، القفيفات، فريجة، سيدي موسى بإقليم تارودانت. ثانياً على مستوى المقاولات التي تشتغل في هذا المجال السيد وزير بالعالم القروي، نؤكد على أن عدد من المقاولات لا تحترم دفاتر الشروط الخاصة بإنجاز الأشغال، خصوصاً ما يتعلق باحترام الآجال المحددة وجودة الأشغال المنجزة، ويتم إسناد صفقات إنجاز الأشغال لمقاولات لها سوابق في إفشال مشاريع سابقة ومعروفة برداءة خدماتها.
كذلك لابد الإشارة على العمل لحد من تسييس حق الربط الكهربائي ببعض المناطق من قبل بعض المسؤولين المحليين، مما يسبب في حرمان شرائح من المواطنين من الولوج إلى هذه الخدمة. شكرا. كلمة للسيد الوزير للرد. هل هناك من تعقيب إضافي السادة النواب؟ كلمة للسيد النائب من فريق العدالة والتنمية. نحييكم على المجهودات الجبار اللي كتقوموا بها. انا ما غنتكلمش على التعثر ديال الكهرباء، غنتكلم على الاعطاب اللي كاينين في بعض الجماعات القرويه في اقليم سيدي قاسم. جماعه الرميله اللي كتعاني منذ مده من ظلام دامس بعض الدوائر ديالها، دوار كبرتا والعساكريه والعبابده ودوار ولاد الرشيد بجامعه دار العسلوجي، وكذلك جامعه عين الدفالي للدوائر ديالها اللي كتشكيو من الاعمده اللي قايله السقوط، دوار ولاد نوال ولاد عروب ولاد عين الكبير. انا السيد وزير نتمنى كما عيدناكم سرعه الاستجابه وشكرا. هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه للسيد الوزير للرد. اولا نبغي نقول بانه المكتب الوطني ورا الوزاره راه كاين صله، يعني وسيله تواصل معهما سلسه، اكيد لاحظتم هذا الشيء من خلال المواقع الالكترونيه، من خلال الوسائل المتقدمه باش المواطنين عبروا على المشاكل ديالهم. طبعا الساده النواب الحمد لله كيقوم بهذا الدور، وانا اتلقى كثير من الشكايات في هذا المجال، ايضا المدير العام. الامر الثاني، المجالات التي لم يصل لها الكهرباء تقرر في اطار برنامج الفوارق المجاليه باش نوصلوا الكهرباء. اليوم الحمد لله بلادنا وصلت 99.95% ان شاء الله البرامج اللي مقبله غنوصلوا الى الحد الاقصى باذن الله. المساله الثالثه، نبغي تعطينا هذه المقاولات، لان الان غندخلوا في نظام ديال تصنيف المقاولات الوطني، ما غيبقاش العبث. لا كاين واحد الهامش ديال العبث ان شاء الله الان في اطار التصنيف اللي مع وزاره التجهيز، جميع المقاولات سيخضعون للمنطق ديال التصنيف وديال التكييف ديال المقاولات. المساله الاخيره، وهو انه بصدد تغيير دفتر التحملات المكتب الوطني، يكفي ان ياتي المواطن بشهاده السكنه التي تعترف بها السلطه، ستعطى له رخصه للربط بكل الخدمات. ما غنبقاوش نعتمدوا على كثره التدخلات، فقط شهاده السكنه هي اعتراف من السلطه بانه يسكن، سيعطى له الربط ان شاء الله بالكهرباء، وهذه من التحولات اللي غتوقع. السؤال الموالي عن الارتفاع المهول للفاتوره الطاقيه بالمغرب للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره. تفضلوا سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزير، سجلت كل تقارير ارتفاع المهول للفاتورة الطاقية بالمغرب، حيث بلغت مع نهاية شهر يوليوز الماضي 46 مليار درهم، عوض 39 مليار سنة 2017 و29 مليار سنة 2016 من نفس الفترة. لهذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها حكومتكم للحد من تكلفة هذه الفاتورة وشكرا. جواب سيد الوزير. أشكر السيد النائب المحترم، نعطيت بعض العناوين ديال شنو كتقوم به الدولة المغربية، الحكومة طبعا التي تسهر على تنزيل هذه الاستراتيجية. الأولى، كما تعلمون أنه اليوم برنامج الطاقة المتجددة خصنا نفتخروا أنه حتى الأهداف اللي كانت مسطرة 2020-2030 غنجاوزوها، وآخر اجتماع ترأسه صاحب الجلالة يعني اعطى التعليمات باش نتجاوزوا 42% ونتجاوزوا 52% وان نذهب بعيدا في مجال الطاقات المتجدده مع التكنولوجيا الان اللي كتضمن نوع من الاستقرار ديال الكهرباء الاتيه من الطاقات المتجدده. الامر الثاني هو المخطط ديال النجاعه الطاقيه اللي كتربحنا الان باش يمكن لنا نرشدوا الاستعمال ديال الطاقه، وبدات الان ديناميه على الصعيد الوطني كبيره جدا في النقل اللي هو المرتبه الاولى، في الصناعه، في البنايات، وراه الان كنعمل مع جميع القطاعات. الامر الثالث هو تشجيع ديال التنقيب في 2010 2000 2017 25 مليار، باقي ما كتبش اننا نكتشفوا يعني، ولكن كاين يعني مبشرات كنتمنى ان شاء الله انها تعاوننا في هذا المجال. باغي نقول للساده من خلالكم الراي العام، الساده النواب من خلالكم الراي العام، حنا مرتبطين بالعالم في الطاقه ب 93%. موضوع الامن الطاقي موضوع استراتيجي، ولذلك موضوع النجاعه الطاقيه والطاقه المتجدده ايضا موضوع استراتيجي، ويمكن نعطيو التفاصيل في لقاء اللجان او في لقاءات او اجتماعات اخرى ان شاء الله. تعقيبكم سيد النائب. سيد الوزير، منذ توقف شركة لاسامير
والفاتورة ديال الطاقة تعرف تزايدات مهولة. سيد الوزير، إلا كان عندكم شي موقف من هذه المؤسسة الوطنية اللي كتشغل وكانت كتشغل عدد كبير من المغاربة، وهاد الشركة اللي كانت كتنتج 60% من الاستهلاك الوطني، هاد الشركة اللي عندها القدرة ديال تخزين ديال 3 شهور وتحقق الأمن الطاقي في البلاد، واللي يمكن بتسهيل ديال الإجراءات ديال التفويت ديالها يمكن لها الفاعلين في القطاع يشغلوها من جديد، وكذلك يمكن لهم يشغلوا الطاقة التخزينية ديالها. سيد الوزير، هاد الحكومة اللي كتقول الطاقة المتجددة، الفاعلين اللي عندهم الآن يمكن لهم يستثمروا في الطاقة المتجددة، حارماهم باش إلى الاستغلال اللي كيشيط على الاستغلال الذاتي ديالهم يمكن لهم يبيعوه للشركة ديال الكهرباء باش يمكن هذه الاستثمارات تشجع وتقوم. سيد الوزير، كل هذا اش كيعطينا؟ كيعطينا احتقان في البلاد، كيعطينا غلاء ديال الغازوال ديال البنزين ديال الكهرباء. كل هذا منذ أيام قليلة كانت إضرابات وطنية لشلات الاقتصاد ديال البلاد. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ كلمة للسيد الوزير للرد. تحل رجعتي للأرقام غي هادشي كامل يفند. 2012 وصلنا ل 106 مليار فاتورة الطاقية. إلا سمير كانت مازال خدام النائب المحترم، ما تربطش هادشي بهادشي. اقراوا على الارقام، وعندكم منكم اللي يعطيكم الارقام. المساله الثانيه، طرحتي السؤال في وقت غير مناسب. الحمد لله الان كيتراجع والشركه تفهمات، كاين عمل جبار، ورخصنا لحوالي 12 شركه جديده باش تنافس، وعالجنا المساطر ديال 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 الترخيص للمحطات، ودخلنا الان في استثمار ديال اكثر من 3 مليار وزياده ديال في ستوكاج. زيد عليها سيد النائب تقول المغاربة أن الملف عند القضاء وأنتم كنتم المدافعين عن استقلالية القضاء. شكرا سيد النائب المحترم. وشكرا لكم سيد الوزير. عن لم لا أعطيناكمش الكلمة سيد النائب. شكرا سيد الوزير على حسن مساهمتكم، وننتقل إلى القطاع الموالي المكلف بالتنمية المستدامة في سؤال واحد. دور الوزارة في حماية البيئة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد السادة النواب لوضع السؤال. تفضل سيد النائب. نسائلكم. شكرا سيد رئيس. نسائلكم سيدة كاتبة الدولة عن دور الوزارة في حماية البيئة في ظل وجود مطارع عشوائية للنفايات. كلمة للسيدة الوزيرة للجواب. صوت سيدة الوزيرة. شكرا سيد النائب المحترم. اولا لابد من الاقرار ان بلادنا دارت واحد المجهود فيما يتعلق بالمهننه ديال القطاع تدبير النفايات، وكذلك لتحصيل واحد الرصيد. اليوم الحكومه منذ تعيينها الى اليوم بذلت مجهودا نوعيا، وعندنا الحصيله نتكلم عنها بتفصيل في اللجنه، وعناصر الاجابه ساكون متشرفه في بعد تعقيبكم. تعقيبكم سيد النائب. شكرا السيدة كاتبة الدولة عن المعلومات وبعض التفسيرات، ولكن السيدة كاتبة الدولة المطارح ما زالت تدبر بشكل عشوائي وغير منظم، وهذا يندر بكارثة إنسانية. السيدة كاتبة الدولة في السؤال السابق ديالنا كنتي قلتي لنا غيكون واحد المخطط خماسي وانتم بادين فيه، حاليا باقي ما شفنا حتى شي حاجة. وهنا كنهضروا بالضبط، ناخذوا كمثال اقليم مديونه اللي فيه اكبر مطرح النفايات في المغرب، وربما كي يعني حتى في افريقيا كعلى ما اظن. هاد الناس ولا عندهم مشكل في الصيف، في الشتاء الامراض يعني ما بقيناش كنعرفوا شنو عندهم، الدخان، الاكسيفيا، الفلاحه ما بقاش، الصناعه ما بقاش، الابار، التلوثات. هاد الاقليم السيده كاتبه الدوله كيعاني لمده 30 سنة، كل مرة كتقول لنا غنلقاو الحلول، باقي ما شفنا حتى شي حاجة. ربما أنتم هاد المخططات دايرينهم بالنسبة للمطارح الأخرى، ولكن المطرح اللي كاين
قريب المدينة الدار البيضاء باقي ما لقيناش ليه الحل، وبغينا نقولوا من هنا اقليم ديونا راه ماشي مزبله ديال مدينة الدار البيضاء، كل شيء خصو يتحمل المسؤولية ديالو، مجلس المدينة راه ما كيتحملش المسؤولية ديالو، الدور ديال الوزارة حاليا باقي ما شفناش. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيب إضافي؟ كلمة لكم السيدة الوزيرة للرد. شكرا سيد الرئيس. يبدو أن النائب المحترم أن معلوماتك غير محينة بالمطلق، وإلا ما تدوزش مشروع الميزانية القطاعية اللي كانت عندكم في المولي، للأسف اللي ما حضرتيش، وربما هذا ما يفسر أن ليست لديك معلومات محينة. اليوم هناك حصيلة على مستوى الوطني، بحيث أننا عشرة ديال ماشي ما كنتكلموش على المطارح كيف ما كانت، كنتكلموا لأول مرة في تاريخ المغرب كندمجوا التثمين مراكز الفرز، عشرة انطلقت فيها الصفقات واليوم هي قيد الإنجاز، عشرة غتنطلق إن شاء الله فورا أننا غنديروا الاعتمادات اللي هي أصلا ماشي مبرمجة وإنما مؤشر عليها في الميزانية. كنتكلموا بالتالي ليس فقط على البرنامج الوطني اللي قلتي اللي هو جيت تكلمت عليه شحال من مره هنايا، اليوم كنتكلموا على اعتمادات حولت فيما يتعلق بالاشغال اللي هي ساريه، ما يتعلق بانجاز اشغال تاهيل 11 مطرح بالنسبه للقنيطره وخريبكه وتزم ابي الجعد ازيلال بن عياد سيدي سليمان سيدي يحيى، ما يتعلق ايضا بعشرات المراكز اللي دارت في سيدي قاسم اسفي الشكا ايتباها القنيطره الحسيمه تطوان، وحنا في حقيقه نكون سعداء. شكرا سيده الوزيره المحترمه. شكرا، انتهى الوقت مع الاسف سيده الوزيره. شكرا لك على مساهمتك في هذه الجلسه، وننتقل لاخر قطاع في هذه الجلسه وهو المتعلق بالصناعه والاستثمار والتجاره والاقتصاد الرقمي، في سؤال أول عن خلق جاذبية اقتصادية بالمناطق الحدودية لسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، نثير انتباهكم من جديد حول الأزمة الاقتصادية اللي كتعيشها المناطق الحدودية. هذا الموضوع أثرنا عدة مرات في البرلمان، مع الأسف لحد الآن ما لمسناش نحن الساكنة ديال المناطق الحدودية أنه كاين شي إرادة ديال الحكومة أنها تشجع الاستثمار، أنها تخلق حركية في هذه المنطقة اللي منش أنها تخرجنا من هذه الأزمة الاقتصادية اللي كنعيشوها. شكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب. شكرا سيدنا المحترم. إلا شفنا المنطقة الشمالية، إلا شفنا وجدة أو شرقية، اسمح لي، إلا بدينا بوجدة، كاينة منطقة صناعية مندمجة مهمة جدا فيها 107 ديال الهكتارات ومنهم 40 هكتار يعني منطقة حرة، أعطت نتائج إيجابية لحد الآن، لأن عدات كاين 700 ديال العمال اللي كيشتغلوا في هذه المنطقة، كاين جوج ديال لي بيبينيير يعني مشاتل ديال المقاولات اللي اليوم كتشتغل، كاين 90 ديال المباني التجارية اللي خدامة الآن، يعني هادو نتائج إيجابية اللي بدينا بها، وكنظن ان في المستقبل غادي نوصلوا لنتائج احسن ان شاء الله. كلمه لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا. السيد الوزير، لا يخفى عليكم انه كنسجلوا نسب مرتفعه ديال البطاله في مدينه وجده بالخصوص وكل المنطقه الشرقيه، وانه مثل هذه المعلومات اللي جيتونا بها ما غتحلش المشاكل، ما غتحلش الازمه. اليوم حل الازمه يجب اعتبار المنطقه الشرقية والمناطق الحدودية مناطق هشة اقتصاديا إلا ما قلناش كلمة أخرى، وبالتالي خص يكون مجهود استثنائي في هذه المناطق، مجهود ضريبي، مجهود استثماري تشجيع الناس. إلا كان ثمن الأرض بحاله بحال وسط المغرب قريب من الرباط والدار البيضاء، حتى واحد ما غيجي البركان ولا التاوريرت ولا الفيقيق ولا البوعرفة باش يستثمر ولا الوجدة، وبالتالي خص الناس تحس بأنه كاين واحد الإرادة من عند الحكومة أن تعاون المستثمر. الأخطر من هذا السيد الوزير، المستثمرين اللي اليوم عايشين في هذيك المنطقه باغيين يخرجوا منها لانه ولا ركود اقتصادي كما كيقولوا الجميع. شكرا سيد النائب. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب اضافي؟ كلمه للسيد الوزير للرد. الاهتمام الان اهتمام مهم جدا، احنا واعيين بهذا يعني الاشكالات اللي كاينين. الاثمنه اليوم ديال الاراضي الصناعيه
يعني مناسبة، كانت مرتفعة، أعطينا دعم، والآن كندعموا المستثمرين اللي عندهم رغبة باش يمشيوا للمنطقة باش يمكن لهم يحققوا مشاريعهم. حنا مستعدين لعندكم شي اقتراحات في هذا المجال أننا يعني نضيفهم للمشاريع اللي كنبداو بها اليوم. شكرا. شكرا. السؤال الموالي عن حصيلة عمل لجنة الاستثمارات للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. كلمة لكم سيد نائب. سيد الوزير، تشجيع الاستثمار، إنعاش الاستثمار هو مدخل لضمان نمو اقتصادي مستديم. عن حصيلة عمل لجنة الاستثمارات نسائلكم سيد الوزير. جوابكم سيد الوزير. سيد المستشار المحترم، الحصيلة نائب، اسمح لي سيد النائب المحترم، الحصيلة في سنة 2018 ديال اللجنة ديال الاستثمارات وصلت لخمسة 57 مليار ديال الدرهم، مقارنة ديال 2017 ب 67 مليار ديال الدرهم. يعني القراءة الأولية غتقول أنه كان انخفاض، لكن في سنة 2017 ضفنا 2016 و 2017، يعني سنتين أعطاو 67 مليار وسنة وصلنا ل 57 مليار. إذن هذا النمو المهم جدا في الاستثمارات يعني كنظن أنه أعطى نتائج إيجابية. شكرا. تعقيبكم سيد النائب. شكرا سيد الوزير على الجواب ديالكم. أولاً نتمنى كل المجهودات والتدابير والإجراءات اللي اتخذتها الحكومة من أجل تصنيف المغرب في الأعمال ومناخ الأعمال. ثانياً سيد الوزير، كل الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة والتدابير اليوم في حاجة إلى التنزيل السليم. عندنا مثلاً الكتاب الخميس، عندنا رقمنات الإدارة، كل هذه الإجراءات سيد الوزير باش يمكن تساعد كيفكم تواكبوها في التنزيل ديالها والتنزيل السليم والتنزيل السلس. إذن سيد الوزير المحترم، على الحكومة أن تعمل على تحسين كل النقاط اللي اتخذتها باش تكون عندنا العملية إيجابية لدعم جاذبية الاقتصاد المغربي مما يمكنه من الحفاظ على الصدارة في جلب الاستثمارات. كذلك سيد الوزير، المستثمر اليوم ينتظر تسريع وتيرة الإنجاز ديال الأوراش وأوراش الإصلاح، وينتظر أجواء سياسية مشجعة ومطمئنة، وينتظر الثقة والأمان والاستقرار. كذلك أن المغاربة بصفة عامة في شأن الاستثمار كيشوفوا ما هي الآثار على القدرة الشرائية وما هي الآثار على التشغيل. وشكرا. هل من تعقيب إضافي؟ السيد نائب الفريق الاستقلالي تفضل. اسمح لي سيد الوزير، رجعت من جديد في موضوع الاستثمار. أوجه لكم دعوة رفقة وزراء آخرين باش تزوروا المنطقة الشرقية، وعندنا اقتراحات اللي ممكن أنها تشجع الاستثمار وممكن أنها تخرجنا من الأزمة. كاين ممثلين من عدة أحزاب، كاين منتخبين، كاين سلطات محلية، كلهم كنعيشوا واحد الواقع، وإلى جيتوا غادي يلقوا إن شاء الله الحلول. شكرا. كلمة لكم السيد الوزير للرد. يعني الاستثمارات في السنة الحالية، الاستثمارات الخارجية وصلت 32 مليار ديال الدرهم، يعني زائد 37% السنة اللي دازت، وكانت سنة مهمة جدا 2017. إذن الاستثمار في بلادنا الحمد لله غادي بواحد الوتيرة، عنده وتيرة مهمة، والمستثمرين الأجانب عندهم ثقة في بلادنا. طبعا المستثمرين المغاربة هذا ما يعني عندهم ثقة في المغرب في بلادهم. المهم هو نشوفوا هاد المستثمرين الأجانب كيفاش كيتعاملوا معنا باش نوصل 32 مليار ديال الاستثمارات الأجنبية في المغرب في هذه السنة، وهذه سنة صعيبة جدا دوليا. يعني كنظن أن هذه النتائج إيجابية. كنا جينا للمنطقة وغادي نعاود نرجعوا إن شاء الله نجلسوا معكم ونشوفوا شنو هما هذه الاقتراحات. مرحبا. نمر إلى آخر سؤال في هذا القطاع، وهو حول المنظومة الصناعية
وفرص الشغل للسيدات السيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. نعم سيد الرئيس، سيد الوزير، نسائلكم. تفضل سيد النائب. رجع السيدة، شكرا. توقيت سيد الرئيس، توقيت توقيت، شكرا. تفضل. صوت. المنظومة الصناعية والاستثمار والتجارة، ماذا أعددتم لتشجيع الاستثمارات بجهة فاس مكناس نظرا للضعف الاقتصادي عامة وفاس بالخصوص؟ وما هي مساهمة قطاع الصناعة في مجال تكوين الشباب بالخصوص ذوي المهارات بإمكانيات بلا إمكانيات مادية على غرار دول الصين وتركيا مثلا، حيث 70% من مصاريف التكوين مدعمة من طرف القطاع الصناعي؟ وبهذا بتطبيق هذه الطريقة السيد الوزير غادي نكون طبقنا السياسة الاقتصادية عوض السياسة السياسوية. شكرا سيد الرئيس. جوابكم سيد الوزير. نمشيو مباشرة للمنطقة ديال فاس مكناس. هاد السنوات الأخيرة شفنا استثمارات جديدة في المنطقة. إلا شفتوا في قطاع السيارات، جاو الناس من جابون، يازاكي استثمروا، ليغ استثمروا، ليوني أو ما في طريق الاستثمار. يعني كنشوفوا أنه المنطقة الآن كتجلب مستثمرين أجانب، يعني من المستوى العالي اللي كان صعب هاد السنوات الأخيرة أنها تخرج من المنطقة ديال طنجة اللي فيها الميناء أو تكون في الدار البيضاء كيف كانت في السنوات الفارطة. الحمد لله اليوم هاد المستثمرين كيشوفوا في هاد المنطقة يعني منطقة فيها أفق مهمة في المستقبل. شكرا. تعقيبكم سيد نائب. حقيقة النجاح في الصناعة الحديثة في صناعة السيارات مهم جد مهم، ولكن هاد الاستثمارات لعامة في المغرب الأجانب راهم العملة الصعبة تترجع 100% للبلاد الأصلي ومن الضرائب معفية 100%. أما من ناحية فاس، ماذا أعددتم لإيجاد حلول منصفة للجهات ليست لها موانئ ولا اقتصاد كمثال جهة فاس مكنا كما قلنا التي أصبحت من أفقر المدن من ناحية تشغيل مادي ومعنوي؟ ففاس تستاهل إعادة التفاتة، فهي من أعرق المدن العتيقة في العالم، عاصمة العلم والعرفان. أما من ناحية ديال الترميم ديال المدينة العتيقة لفضل تيجعل سيدنا نصر الله، فمن هذا المنبر تنقول سيدة والسادة والمواطن 4 مليون داخل المغرب وخارج المغرب، لا بد من إعادة النظر في الاقتصاد ديال المدينة ككل، ولا بد من زيارة المدينة العتيقة من بعد ترميم ديالها من طرف جلالة الملك نصر الله وإياده، جعلت كملت ورجعت من أجمل وأقدم المدن العتيقة في العالم بأسره، إن لم أقل في المغرب والعالم بأسره. فلهذا من هذا المنظر هذا لا بد أن نشير للسيد الوزير، ربما درتوا بعض الاجتماعات في فاس مكناس، وربما عطيتوا بعض التوعدات، وربما بعض المستثمرين ربما ما كملوش في إطار، فاحنا من هذا المنبر كنقول لكم أمام 40 مليون مغرب. تاه الوقت سيد النائب محترم معذرة، هل من تعقيب إضافي؟ تعقيب إضافي من فريق العدالة والتنمية، تفضل 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 سيد نائب محترم. سيد الوزير، بينكم وبين جماعة تمارا والجهة واحد اتفاقية باش نأهلوا منطقة صناعية، كاين مجموعة من الشروط اللي هي تعجيزية، كنرجو منكم سيد الوزير إعادة النظر في ديك الشروط وتعطيو لتمارا حقها تأهيل المناطق الصناعية، وكذلك ترفعوا من النسبة ديال الشباب اللي باغيين يخدموا على الشغل. شكرا جزيلا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة لكم سيد الوزير للرد على التعقيب والتعقيب الإضافي. إلا سمحتوا غادي نواجب على الأسئلة. فاس وتمارا، فاس كان عندنا لقاء مهم جدا في المنطقة، كان عهود من المستثمرين الناس ديال المنطقة، وكنتمناو أنه في المستقبل غادي نعاود نرجعوا
نشوفوا فين وصلنا الحصيلة. البعض منهم وفاو بالعهد يعني استثمروا، والبعض منهم ما وصلوش يعني لتحقيق المشاريع ديالهم. كنتمناو انه في المستقبل يعني يوفوا بهذه المشاريع ديالهم. في تمارا كاين مشاريع الان مهمه حاليا في المنطقه. المنطقه هذه 5 سنين والمنطقه اليوم ما عندها علاقه، وكنشوفوا انه المشاريع جايين اكثر لهذه المنطقه. الا سمحتوا غير واحد النقطه على التسريع الصناعي، كان فيه القيل والقال و500 الف منصب شغل. سمعتوا نعطيكم واحد شي ارقام، لان هذا التسريع الصناعي كيعطي جميع المناطق ديال المغرب. الا مشينا لا سي ان اس اس باش ما تكونش المناقشه ديال هاد الناس واش كيشتغلوا ما كيشتغلوش، شفنا اللائحه ديال لا سي ان اس اس 2015 52376 منصب شغل جديد، 2016 76227، 2017 89884 منصب شغل. هذا يعني النقاط عند لا سي ان اس اس. اذا المجموع 218487، اذا 43% ديال الهدف افق 2020 ديال 500000. شكرا سيد الوزير. يعني التصنيع الصناعي اعطانا. شكرا سيد الوزير على جوابكم وعلى حسن مساهمتكم في هذه الجلسه. وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع الأسئلة المدرجة بجدول أعمالنا، ونمر الآن لتناول الكلام وفق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر. الكلمة للمتحدث الأول عن موضوع طول مدة المواعيد التي تحددها القنصليات المغربية لفائدة مغاربة العالم عن فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل السيد النائب. السيدة النائبة مشكورة. شكرا سيد الرئيس. سيدة الوزيرة، لقد استبشر مغاربة العالم خيراً بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي بموجبه تم إلغاء العقود العرفية التي وضعت حداً لدائرة الاستيلاء على عقارات الغير. لكن سيدة الوزيرة، مع إلزامية أخذ المواعيد لتحرير الوكالات العدلية التي تتصرف في العقارات، اليوم مغاربة العالم يعيشون معاناة حقيقية من أجل الحصول على موعد في أجندة السادة العدول، والذي قد يصل في بعض القنصليات إلى 3 أو 4 أشهر. هذا التأخير السيدة الوزيرة غير مقبول إطلاقاً، ويبين جلياً مستوى الخدمات الإدارية المقدمة لمغاربة العالم والتي لا ترقى إلى المستوى المطلوب مع الأسف. السيدة الوزيرة، ننتظر حلولاً عاجلة، ونقترح تعزيز الأطقم العدلية بموظفين محليين لتسريع وتيسير وتسهيل هذه المسطرة، وشكراً. كلمة للسيدة الوزيرة الحكومة في شخص السيدة الوزيرة، تفضلي. السيد الرئيس، السيدة والسادة النواب المحترمين، أشكركم السيدة النائبة المحترمة على هذا السؤال. سيد نائب، من فضلك سيد نائب محترم. كما تعلمون كان هناك عدة تدابير اللي تم اتخاذها على مستوى الخدمات القنصلية، واللي تمكنا من خلالها تحسين هذه الخدمات بما يليق بمتطلبات مواطنينا بالخارج. بالطبع هذا يعني الحرص ديالنا الاكيد هو انه يكون دائما هناك تحسين وتجويد لهذه الخدمات تماشيا مع التوجيهات الملكيه الساميه. وبالطبع هناك واحد تقييم يومي، ان لم اقل كل ساعه، يعني كيكون هناك واحد تقييم ومتابعه باش نمشيو لتحسين هذه الخدمات ويعني تجويدها. هذه المنظومه ديال التحسين كتاخذ بعين الاعتبار مجموعه ديال الامور كما اشرتم، فيها ما هو تبسيط المساطر، فيها ما هو رقمنه، فيها ما هو اعاده الهيكله. وبالطبع المدونه اللي شرتوا لها السيده النائبه المحترمه عطات واحد الضوابط، واحد المحددات اللي خلاتنا اننا ضرورا يعني نعتمدوا واحد المسطره باش لتصحيح الوثائق. فلذلك يعني ما تمت الملاحظه كما اشرتم، يعني قضيه المواعيد هي ما كتعطاش في جميع الخدمات، يعني المواطن يمكن يلجا للقنصلية للحصول على مجموعه من الخدمات، انما العمليه ديال التوثيق والعقود العدليه اللي ما لها من اثار قانونيه كتستوجب باش يكون هناك موعد، لانه خاص يكون اولا
يكون هناك لانه كيقوموا بها اطر عدليه والقاضي هو اللي كيقوم بهذه العمليه. ثانيا كاين تصحيح الوثائق المقدمه، وهذا كله فيه المحافظه على الحقوق العينيه وتحسين ممتلكات المواطنين. فاللي كنأكد لكم ان كل هذه الامور خدينا بعين الاعتبار، وانه غيتم ان شاء الله في 2019 تعزيز موارد البشريه ديال القنصليات بما فيها يعني بعض القنصليات اللي كتعرف هذه الخصائص في بروكسل مثلا، واللي ان شاء الله مع حلول السنه المقبله غادي يتم تعزيز الاطر ديالها تفادي لكل هذه الصعوبات. وشكرا. شكرا. المتحدث الثاني عن ظروف وملابسه وفاه طفل رضيع وتدهور الحاله الصحيه للاطفال الاخرين بسبب التلقيح لاحد الساده النواب او للفريق الاستقلال للوحده والتعادليه. تفضل السيد النائب. طيب تفضلي السيدة النائبة لطرح السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، عرف المستشفى ديال الولادة ديال ليمون بالرباط واحد الحدث مؤلم، حول الفرحة ديال الأسر بمولود جديد إلى حزن ومأتم، وذلك بسبب التلقيح. هذا الحدث كثرت تفسيرات التأويلات ديالته فيما يخص الجرائد، ما بين قائل بأن الأسباب في التلقيح هو المادة اللي مسؤولة عليها الوزارة على الخصوص، ما بين قائل بأن